يا صباح النصر السعودي المونديالي اللي شرفنا واللي فرح العالم العربي بالكامل، اللي ليه في الكوره واللي ملوش فيها، كل الدنيا كل العالم العربي بالمعنى الحرفي. امبارح كان في حاله احتفال ضخمه حقيقي، يعني وفي سعاده غامره تتسق تماما مع فكره ان كانت في مفاجاه مدويه حقيقي ما كانتش متوقعه. والحقيقه كلنا استمتعنا بالمباراه، وكلام كتير قوي هنتكلم مع حضراتكم فيه عن هذا اللقاء من خلال حلقتنا النهارده. صباح الخيرات واهلا بيكم في 10 الصبح في الاهلي، وصباح الفل عليك. صباح الفل والنصر فعلا زي طبعاً. ما انت قلت كده بجد امبارح والله العظيم الواحد كان فرحان من قلبه فعلا. احنا كنا مع حضراتكم يعني قبل المباراه بحاجات او ساعات قليله جدا، وكنا بنقول يا رب نشوف كوره حلوه سعوديه. احنا شفنا كوره حلوه سعوديه وشفنا سكور حلو سعودي، حاجه بجد مشرفه، مش هقول أكتر من كده. مبروك لينا كلنا، مبروك للعرب كلهم، بداية أكثر من موفقة للمنتخب السعودي. نتمنى إن شاء الله بس دي ما تبقاش ضربة بداية وخلاص على كده، أنت عارف إيه ممكن حد ياخد اللقطة ولا نتمنى إن ده يتكمل كمان في يعني الماتشات اللي جاية والفترات اللي جاية. إحنا عايزين نفرح فعلا لأن حقنا نفرح. أنت عندك طبعا منتخب، واتكلمنا عن ده إمبارح، إحنا عندنا كان منتخب قوي جدا، منتخب سعودي فيه لعيبة يعني فعلا كويسة جدا، طبعا باستثناء اللي حصل إمبارح طبعا في إصابتين وهنتكلم في كل التفاصيل دي. لكن امبارح شفنا مشهد اكثر من محترم، شفنا الفرحه قبل كمان المباراه، الناس كانت عندها شويه يعني تخوف، لكن بعد المباراه بقى شوف الفرق او النقيض. انا عجبني بقى لقطه على فكره، اللقطه بقى اللي هي كان في فيديوهات طبعا بتتعمل تغطيه شامله خطوه بخطوه ولحظه بلحظه طبعا في المونديال. جم عملوا كده زي اراء الناس في الشارع وتوقعاتهم قبل المباراه، اوكي، السعوديه والارجنتين، سالوا جماهير السعوديه والعربيه وسالوا جماهير الارجنتين، كله كان جامع ان ايه؟ طبعا احنا يعني اكيد الارجنتين اللي هتكسب، واكيد هتبقى يعني في فارق كبير جدا في اللعبه على ارض الملعب. لكن اللي حصل العكس، وكان في برضو لقاء الفيديو ده عمل فيور شيب عالي قوي يا كريم. البنت اللي هي كانت من الارجنتين كانت مع خطيبها او جوزها يعني وات ايفر، وكانوا بيسالها المذيع بيسالها، فقامت قالت له يعني احنا على فكره احنا هنخلص المباراه اكيد في الدقائق الاولى، الموضوع محسوب، ده احنا كده بنلعب وخلاص. الناس كلها بعد المباراه شيرت الفيديو ده تحديدا للبنت دي وقال لك صحيح، وكل واحد بقى بيكتب التعليق بتاعه. فيعني قلنا الكلام ده وهنفضل نقوله، كره القدم ما فيهاش اي توقعات وملهاش كبير على فكره. هتقعد تقول زي ما احنا برضو اتكلمنا قلنا توقعات مين اللي هيتاهل، توقعات مين اللي هيفوز بالمونديال، اديك بتشوف برضو مباريات غريبه جدا ولعب غريب جدا على الارض غير متوقع. مبروك مره ثانيه المنتخب السعودي، وعندنا اكيد كلام كتير جدا على مدار الحلقه هنقوله. صحيح، اما على مدار الحلقه او كمان من خلال الفقره الحواريه الاولى. طبعا كالعاده في الساعه الثانيه بيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقرة الأولى هيكون معانا من خلالها الأستاذ محمد عصام الناقد الرياضي، وأكيد هنفصص معاه بقى يعني كل التفاصيل المتعلقة بماتشات امبارح وبالقادم كمان بطبيعة الحال. الفقرة الثانية هتنورنا من خلالها دكتورة إيمان المراكبي، وحوار حول موضوع يهم كتير جدا من حضراتكم. كل ده الكوم الثاني، عندنا سؤال سوشيال ميديا ما ننساه. بص احنا هيبقى معانا اسئله سوشيال ميديا كتير جدا الفتره اللي جايه، لان المونديال احداثه كتيره وتوقعاته كتيره جدا. السؤال بتاع النهارده بنقول لحضراتكم قولوا لنا مبدئيا رايكم في اداء منتخب السعوديه امام الارجنتين، ده حاجه. الشق الثاني بقى، بتتوقع باذن الله صعوده لدور ال 16 ولا لا؟ بتتوقع صعود لدور ال 16 ولا لا؟ لان برضو خلي بالك يا كريم، مش شرط علشان الفوز الجميل اللي كان بالامس او المشرف اللي كان بالامس ان برضو السعوديه تكمل على كده. نتمنى ان هي تكمل على كده، عندها اسماء كبيره جدا، ويمكن امبارح عرضنا لحضراتكم برضو التشكيل كان ازاي والاسماء الكبيره اللي هو بيضم المنتخب السعودي. لكن نتمنى ما تكونش دي يعني كده زي ما بتقال خبطه وخلصت، لا، نتمنى احنا نكمل على هذا المنوال، هيفرق معنا كتير جدا. لا ان شاء الله، ان شاء الله الفتره الجايه يعني انا وكتير جدا من الناس متفائلين وحاسين ان ستتوالى الخبطات الفتره الجايه، وخصوصا بعد الدفعه والحافز المعنوي الفظيع الغير مسبوق اللي حصل امبارح. دي هتدي دفعه فظيعه للمنتخب السعودي، وان شاء الله ان شاء الله يصعد المنتخب السعودي. ونتمنى كمان يعني نفس الكلام بقى يتقال بعد كده على كل المنتخبات العربيه المشاركه، اللي تعثر منها واللي تعادل منها الى اخره. بنتمنى اكيد للاربع منتخبات العربيه كل النجاح وكل التوفيق، ويا رب ان شاء الله يا رب تيجي علينا الايام اللي يكون المربع الذهبي يعني للمونديال فيها في يوم من الايام في نسخه من النسخ يكون عربي خالص باذن الله. تعالوا بقى ندخل على طول في كلامنا المونديالي. امبارح طبعا حضراتكم اكيد تابعتم الماتش، يعني كان يوم جميل حقيقي على كل العرب في كل مكان، يعني من زمان ما شفناش
الفرحه العارمه دي، ولا حتى فكره الالتفاف الكبير حول منتخب عربي. يمكن من ايام كاس القارات لو حضراتكم تفتكروا ماتشات مصر مع البرازيل ومصر مع ايطاليا في 2009 وبعدها الجزائر في مونديال 2014، امبارح الكل كان في حاله فرحه عارمه بعد الفوز التاريخي للمنتخب العربي السعودي على واحد من اقوى منتخبات العالم، منتخب الارجنتين فاز عليه بهدفين مقابل هدف في سابقه نادره الحدوث في تاريخ المونديال. امبارح السعوديه عبرت عن نفسها بمنتهى القوه وقالت بشكل عملي ان المستحيل ليس سعوديا، والحقيقه ان نجاح المنتخب السعودي برضه اكيد ما جاش من فراغ. برضه هنتكلم مع حضراتكم ان شاء الله في حلقتنا النهارده بالتفصيل ازاي وصل الاخضر السعودي لهذه المرحله. يعني فكره انه امبارح يغلب ويحرج منتخب قيمته السوقيه اضعاف اضعاف اضعافه حاجه عظيمه جدا، منتخب فيه ليونيل ميسي باسمه وتاريخه ومعاه مارتينيز هداف انتر ميلان والدوري الايطالي ودي ماريا نجم اليوفي وطبعا غيرهم كتير، احنا بنتكلم على منتخب تقيل جدا. فاللي حصل امبارح ده حاجه عظمه الحقيقه. انا مبسوطه بس تاني هرجع اقول انا مبسوطه بس منتظره بعد كده او القادم من السعوديه، يعني الواحد مش عايز بس ان هو يتخدع او ان هو يعني تروح بقى احلامه خلاص كده احنا عملنا اللي علينا، احنا ما عملناش لسه حاجه. انا بتكلم احنا بمعنى ان احنا كلنا كعرب، انا ما بتكلمش بصيغه هنا السعوديه، كلنا كعرب بنقول ان احنا السعوديه يعني بتمثلنا عملت اللي عليها، لكن لسه دي الخطوة الأولى بس يا كريم، يعني زي ما اتقال كده بداية موفقة لكن لسه مشوار طويل جدا. نتمنى ان الموضوع الفرحة او الانتصار او الاحتفال ياخد وقته بس ما يطولش قوي عشان في لسه امام السعودية طبعا يعني ماتشات مهمة جدا، حتى وانت صدرت الان المجموعة بس لسه قدامها يعني لسه شوط كبير جدا وتحديات اكبر كمان. خلينا بس نتكلم كده لو هنقيم بصراحة سريعا، لا السعودية لعبت ماتش رائع، كنا بنقول ده امبارح وقلنا برضو هرجع اكد هذا الكلام، قلنا لو احنا خسرنا او السعودية خسرت يعني ده مش هيزعلنا، بس لو لعبنا كمان وحش ده اللي كان هيزعلنا، لان المنتخبات العربية اللي اتأهلت شفنا ماتش قطر وكان في بصراحه تخوفات كده من اللعيبه، انت لازم تنزل يبقى عندك ثقه في نفسك، لو ما عندكش ثقه اكيد ده هينعكس للخصم بتاعك، ف يعني الموضوع هيفرق بشكل كبير حتى لو انت فنيا ممكن تكون في نفس المستوى او افضل. فده شفناه مع قطر بصراحه، لكن ما شفناهوش مع السعوديه يا كريم، لان فعلا السعوديه كان عندها اداء اكثر من رائع. ولو هنرجع كده شويه وندي كريدت، انا عايزه اتكلم عن المدرب بقى، وانا هطلق عليه مدرب عبقري بصراحه لو هنتكلم عن هيرفي رينارد، هذا المدرب الفرنسي المخضرم حقيقي. يعني لو هنرجع بالسي في بتاعه كده بقى ونتكلم، ما فيش منتخب مسكه يا كريم الا وحقق معاه انجاز، سواء بنتكلم عن زامبيا عن كوت ديفوار اللي كمان توج معاهم بلقب امم افريقيا، وبعدين رجع بعد كده للمغرب عشان يشارك في المونديال بعد غياب كام سنه بقى 20 سنه. أيوة. فدلوقتي أيوة. هو لو هنتكلم في اخر محطاته او في المحطات الحاليه هو بيبدع مع منتخب السعوديه بصراحه الحق يقال. كمان اللي خلانا امبارح منبهرين الى حد كبير ان انت بتتكلم ان هو في تحكم فمفاتيح اللعب، مفاتيح المباراه من بدايه هدف الارجنتين اللي سجله ميسي طبعا، واللي الناس كلها قالت لك خلاص المباراه كده خلصت وغيره، يعني من ضربه جزاء لغايه كمان نهايه الوقت الضايع من الشوط الثاني لو احنا فاكرينه، وكمان كان يعني في فكر تكتيكي كان اكثر من رائع، في ذكاء شديد جدا او دهاء وقع يعني يقدر ان هو او قدر بيه ان هو يوقع لعيبه الارجنتين كمان في مصيده التسلل اللي احنا شفناه اللي افسدت الهدفين الحمد لله اللي سجلهم يعني الارجنتين. فلا في لعب حلو، يعني انت مش امبارح يا كريم فزت بضربه حظ مثلا او ان انت فزت كده كان الكوره ماشيه معاك، لا انت كان عندك تاكتيك حلو جدا على الارض قدرت من خلاله ان انت فعلا تفوز. فدي نقطه كانت كويسه جدا، بس زي ما انا قلت برضو في بدايه الحلقه للاسف الشديد على الصعيد الاخر كان في بعض الاصابات، عايزين نقول يعني الف سلامه على ياسر الشهراني، هو خرج زي ما حضراتكم شفتوا اكيد مصاب، يعني كان صدمه برضو او اصطدام كان تقيل قوي يا كريم. صحيح. مع الحارس محمد العويس كان في احدى الكرات يعني الهوائيه، وهو حاليا المفروض بيخضع عليه فحوصات وسافر على طول باي ذا واي يعني، او خليني اقول لحضراتكم من الملعب مباشره على الطياره، طياره خاصه وفرت له يعني، وراح على المانيا عشان العلاج، وكان في بيقال ان هو كان جاله كسر في الفك حاجه زي كده. على كل حال هو دلوقتي بيخضع او خضع ليه عمليه جراحيه، وكان في فيديو كمان خليني اقول لحضراتكم امبارح هو عرضه او يعني اتعرض كان بيطمن الناس فيه بعد اجراءه ليه العمليه، خلينا نتابعه ونشوف هو قال لنا ايه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حابة أطمنكم إني أموري تمام ما شاء الله، والله يعطيكم العافية، دعواتكم لي
ومبروك الفوز. جمهور السعودي تستاهلون قائد المشاعب، والله يسهل الامر ان شاء الله في الايام الجايه. شكرا لكم. طبعا بنتمنى له الشفاء العاجل ونقول له مليون سلامه وان شاء الله يعود قريبا. برضو من الحاجات الحلوه اللي حابين نقف مع حضراتكم عندها في يعني اللي حصل من ضمن الامور الحلوه اللي حصلت، كان التجمع العربي العظيم جدا في مدرجات ملعب لوسيد. يعني ما كنتش يعني صعب تحدد مين سعودي مين تونسي مين جزائري مين مصري مين مغربي، كانت يعني حقيقي لقطات اكثر من رائعه، وكل كان بيهتف امبارح للمنتخب السعودي طوال ال 90 دقيقه طوال احداث المباراه، وكمان ردود الافعال على السوشيال ميديا من كل الجماهير العربيه كانت حاجه حقيقي تفرح. فكره الوحده العربيه اللي بتتحقق كرويا، ودي ما بتحصلش كرويا كتير على صعيد المونديال، فالحقيقه كانت المفاجاه امبارح مدويه وسعيده جدا ومبهجه لكل الناس في جميع انحاء عالمنا العربي. طبعا ناهيكم عن الكوميكس بقى اللي اتعملت على ميسي وغيره بعد ماتش امبارح، وبما ان امبارح كان يوم عربي خالص عايز برضو ابارك كمان لمنتخب تونس نسور قرطاج على التعادل الغالي مع المنتخب الدنماركي اللي يعتبر واحد من اقوى المرشحين لبلوغ الدور الثاني في المونديال. الحقيقه منتخب تونس فرض نتيجه التعادل السلبي على مجريات المباراه، وبرضو نرجع ونقول كان في مساحه انه يخطف له هدف لكن للاسف ده ما حصلش. المهم انه خالف التوقعات اللي كلها كانت بتؤكد انه ملهاش حل هيخسر الماتش، لا فهو يعني على الأقل على هذا الصعيد يعني خالف التوقعات. مش عارفه ليه دايما كده عندنا حاجه كريم فعلا انهزاميه. صح، روح انهزاميه. حتى امبارح قبل المباراه لما جينا برضو بنشوف الناس على تويتر كاتبه ايه والتوقعات بتاعه المباراه، الناس كلها كانت عندها حتى السعوديين نفسهم قال لك يعني ان شاء الله نفوز بس يعني الواقع بيقول كذا. ليه عندك الروح الانهزاميه؟ ليه بنزل حتى لو بنزل قدام صاحب اللقب مثلا؟ ليه ما هو ما في يعني زي ما بتقال كده دوام الحال من المحال، ما فيش حد بيفضل رقم واحد على طول، وانت بيبقى عندك فرصه في كتير جدا منتخبات صعدت في مونديالات مختلفه سابقه عمرنا ما كنا نتخيل، وفي مونديالات كانت واصله للقب وحصلت على اللقب ما شاركتش منهم ايطاليا مثلا، يعني عادي ده بيحصل. ويعني الموضوع مش فكره الرعب اللي احنا عندنا او احنا لا ما نقدرش، لا نقدر. امبارح فعلا ناس كتيره كمان لو هنتكلم عن تونس كانت متوقعه ان تونس ما تكسبش، ولو حتى هي ما فازتش التعادل ده الى حد ما انا شايفاه كريم خطوه رائعه جدا، يعني فعلا حاجه محترمه. نتمنى ان شاء الله الماتشات اللي جايه كمان تونس تعوض، نتمنى كل المنتخبات العربيه بصراحه. لكن لو هنتكلم لا تونس امبارح او اللعيبه بتاعه تونس ظهروا بشكل جيد جدا. هتكلم كمان عن مدربهم جلال طبعا القدري، يعني هو فكره هنا بتقال ان هو فرض التعادل، فعلا هو فرض التعادل على المباراه. منتظرين النهارده كمان ان شاء الله، يعني عندنا تقريبا اقل من ساعتين عايزين بقى نفرح تاني، يبقى في فرحه عربيه تانيه مع منتخب المغرب. منتخب المغرب هيلعب مع كرواتيا في مواجهه طبعا هتكون مواجهه برده قويه جدا طبعا. مواجهه فيها تنافسيه جديده جدا. بس لو هنتكلم عننا برده عن المغرب هنقول احنا عندنا ثقه، عندنا سكواد رائع جدا، اشرف حكيمي طبعا هذا اللاعب المتالق هيبقى موجود، بيدي طمانينه بيدي ثقه الى حد ما برده للعيبه للمنتخب للجماهير، فان شاء الله تكون نتيجه ايجابيه. برضو من الماتشات المهمة النهاردة هيكون بقى ألمانيا اللي هتفتتح مواجهات المجموعة الخامسة بلقاء النهاردة اليابان، وبعد كده عندنا أسبانيا في نفس المجموعة هتلعب مع كوستاريكا، وبعد كده يعني فوز ألمانيا وإسبانيا أعتقد أن هم مضمونين بشكل إلى حد ما كبير، يعني أنت تيجي تتكلم عن السكور أو التوقعات مضمونين إلى حد ما كبير لو أنت اتكلمت بلغة الأرقام. وآخر مباراة كمان هتكون بين بلجيكا وكندا، وأكيد برضو المنتخب البلجيكي عايز بقى يغير الصورة اللي ظهر عليها يعني في مباراة مصر اللي خسرها هدفين مقابل هدف، وبرضو دي كانت مباراة ناس غير يعني نتيجتها غير متوقعة تماما. كل الناس قبل المباراة قالت لك ايه؟ لا 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 اكيد يعني اكيد احنا هنخسر، اكيد هيبقى برضو هاي سكور بس نتمنى ما يبقاش هاي سكور قوي، فاكر؟ فبرضو يعني حتى احنا شخصيا عندنا هذه الروح اللي هو لا احنا مش قد التنافس قوي، لا احنا قد التنافس على فكرة، واللي تنافسوا قبل كده يعني كانوا احسن مننا ولا ايه؟ لا رد عليا. عارفة على صعيد الانهزامية ساعات تحسي الامور واصلة لمرحلة ان انت ممكن تسمعي حد في يوم من الايام يقول لك ان شاء الله هنخسر. لا مش يعني لا كده يبقى والله كتير واصلة، يعني انا قصدي لك بصي من ناحيه الاسماء اللي المنتخبات العربيه هتواجهها كلها كل اسم منهم على حده يخض الحقيقه، لكن لو انت رايح وجاهز تماما وعندك اللعيبه اصحاب الامكانيات واصحاب الرغبه والعزيمه خلي بال حضراتكم برضو اكيد المنتخبات العربيه نتيجه ندره مشاركتها في مونديالات كاس العالم بشكل عام
المنتخب اللي تجيله فرصه زي دي وما يستغلهاش وما يعملش اقصى ما عنده هو اللي غلطان، يعني هو اللي يعني هو اللي يستحق الخساره ان تحققت الخساره الحقيقه. فتاني نرجع ونقول بنتمنى يعني كل النجاح والتوفيق ان شاء الله للاربع منتخبات. تعالوا بقى نستعرض مع حضراتكم مجموعه من ردود الافعال، والحقيقه كان في ردود افعال كبيره جدا 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 على فوز المملكه العربيه السعوديه. واولهم كانت تصريحات ليونيل سكالوني المدير الفني او المدير الفني عفوا للمنتخب الارجنتيني اللي عبر عن حزنه الشديد لهذا السقوط التاريخي. قال نصا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: الجميع حزين في المنتخب، ولكن سنعمل للفوز في المباراتين القادمتين في كأس العالم وكافة البطولات، لا مجال للخطأ. ربما هذه أسوأ لحظة بالنسبة إلينا، خسرنا ولكننا سنعود مجددا. وقال كمان: نحترم المنتخب السعودي وكافة المنتخبات المشاركة، لديه لاعبين مميزين ويمتلكون لياقة بدنية عالية، وكان جمهور السعودية كبيرا جدا في المدرجات وتوقعنا ذلك، وبعد الهدف الأول كانت لديهم الثقة الكبيرة، وبصورة عامة المنتخب السعودي منتخب مميز. الحقيقة ده كلام يعني موضوعي جدا منه، وكلام محترم يحترم جدا، وبيعبر عن مدى احترام المدرب للمنتخب المنافس رغم الخسارة. حاجة جميلة جدا، ونتمنى نسمع نفس الكلام من مدربي المنتخبات اللي هتواجه المنتخبات العربية في الكام يوم اللي جايين ان شاء الله. اتمنى يحصل نفس السيناريو بشكل او باخر. بص، احنا امبارح كان في تويتات مختلفة جدا، وناس بتبارك وناس زعلانة والكلام ده كله. وكمان على الصعيد التاني لو هنروح بقى لميسي تحديدا، ميسي كان ليه تصريح كمان، هو قال تحديدا كده، قال: التصرع خلال مباراة السعودية كان سبب اساسي في السقوط المفاجئ. كنا نعلم ان المنتخب السعودي لديه لاعبين جيدين قادرين على تحريك الكرة واللعب بخط دفاع متقدم، لقد عملنا على ذلك، ولكن كنا متسرعين بعض الشيء، والآن علينا أن نثبت أننا مجموعة حقيقية، لا أعذار، علينا أن نتحد وننهض. فده كان كلام ميسي. أعتقد أنه هو الاعتراف في حد ذاته بالتقصير ده قوة. امبارح فعلا يمكن كانت على الصعيد الثاني بقى لو هنتكلم عن الارجنتين، طبعا اكيد المنتخب داخل وعنده ثقه عاليه جدا ان هو هيفوز، عنده ثقه ان هو الافضل فنيا واستعدادا وغيره، فهو يمكن كان داخل المباراه محسومه، المباراه في جيبي. طبعا ممكن يكون ده اثر بشكل كبير، وده اللي احنا استشفناه من يعني الكلام بتاع ميسي، لكن تاني هنرجع نقول ما فيش حاجه متوقعه في كره القدم، يعني لغه كره القدم ما فيهاش توقعات، يعني ما فيهاش توقعات حقيقيه. على كل حال احنا لسه عندنا تويتات كثيره برضو، خلينا صحيح. وبرضو يعني على صعيد المنتخب السعودي والتصريحات اللي اتقالت بعد انتهاء هذا اللقاء، نروح للكلام صالح الشهري اللي طبعا نجم المنتخب السعودي اللي قال: طموحنا هو الوصول لدور ال 16، وحرام الا نتاهل بعد فوز اليوم الكبير. والحقيقه عنده حق جدا، لا في حته صحيح. حرام فعلا، يعني قادرون على التاهل. وقال كمان: وثقنا بانفسنا قبل المباراه وقلنا اننا على قدر التحدي واثبتنا ذلك، وانا كمهاجم اريد ان اسجل في كل مباراه اشارك فيها واساعد فريقي، اذا عملت بقوه لتحقيق ما تريد فلا شيء مستحيل. صحيح احنا حققنا الفوز ولكننا لم نتاهل بعد، سنفرح الان ومن الغد سنركز على المباراتين المقبلتين. يعني بلغه الكوره كده هنقلب الصفحه. الجمله دي مش بتفكرك في حاجه، بالاهلي يا باشا هنقلب الصفحه. بس احنا في الاهلي ما بنفرحش قوي كده، يعني برضو من الحاجات اللي كانت لطيفه جدا والناس علقت عليها وقال لك كان في معه وكان في ضد، بس لفته اوكي، يعني السعوديه خدت اجازه كلها النهارده مثلا. حقهم يعني، فاهم ازاي؟ فهم بيفرحوا برضو حقهم، بس احنا يعني بنفرح ساعتين، يعني حتى لما انا تاني هرجع اقول الكلام ده، لما حصلنا على الثلاثيه واحنا كنا انا وكريم على الهواء تاني يوم على طول، يعني تاني يوم على طول بعد كام ساعه تقريبا من حصولنا عليها، احنا يا دوب فرحنا تقريبا على مدار الحلقه قولي تلت ساعه تلت ساعه، وقال لك خش على بقيه الاخبار، خش على الفتره اللي جايه، خش على المباريات anyway. خلينا بقى نتكلم شويه عن الصحف. انا بحب جدا برضو اروح اشوف العالم بيقول ايه، يعني حلو ان احنا نشوف نفسنا ازاي، بس المهم كمان ان احنا نروح نشوف العالم يعني اتكلم ازاي وقال ايه.
طيب خلينا نبدأ بصحيفة المونديول الإسبانية، هي قالت كده تحديدا، قالت ضربة قوية للأرجنتين ضد السعودية. صحيفة ماركا الإسبانية عنوانت قالت قنبلة نارية تاريخية في وجه الأرجنتين. في بريطانيا كمان في صحيفة الديلي ميل قالت السعودية تتسبب في أحد أكبر صدمات ميسي عبر تاريخ كاس العالم أمام فريق مرصع بالنجوم وبهدف جميل صنع الفارق عن طريق سالم الدوسري. طيب صحيفة ذا سان البريطانية قالت اللدغة العربية ميسي يخلق في واحدة من أكبر خيباته في المونديال ويعاني المرشحون لقب بالهزيمة الأولى منذ 3 سنوات. وقفنا عند كده، لا تعال نروح شوف فرنسا قالت ايه. في برضو صحيفة فرنسية ليكات قالت الأرجنتين تسقط من طبعا من أعلى يعني حاجه، بص يعني احنا ما بنقولش حاجه، اهو العالم هو اللي بيتكلم. ما بنجيبش حاجه من عندنا يعني يا حضرات. بس ده برضو لو جيت اتكلمت ده رد فعل طبيعي، وهي دي بقى المانشيتات اللي بتبقى محايده، يعني بتيجي تتكلم انت بتتكلم وفقا للواقع، ما فيش بقى صحيفه هتجامل فريق عن فريق او انتماء او غيره، الناس بتتحدث بالواقع اللي حصل. وفعلا انا شايفه ان كل المانشيتات دي فيري فير، او يعني يعني ما تبقى معايا كده مركز. نعم. ايه الفير؟ نعم، على اعتبار ان انا جاي هنا ترجمه فوريه مش بقدم معاك البرنامج. كانت ايه؟ ما علينا. انت قلتي ايه؟ انا ما سمعتش الجمله. يلا مش مهم. والنبي اللي انت قايلها. كانت ايه والله؟ يعني كان في صراحه، في عدل. عدل اه اوكي. صراحة. بس طيب. فأنا بحب جدا أنا وكريم إن احنا نركز برضو على فكرة المنشطات، نتركز على التويتات المختلفة من نجوم مختلفين في عالم الرياضة. امبارح ما أعتقدش يا كريم كان في استوديو تحليلي في أي دولة ما لا يتحدث عن التألق اللي كان في منتخب السعودية فيه فعلا، فنتمنى القادم يكون أفضل. وتاني هرجع أقول عندنا ماتش المغرب، أعتقد برضو هيبقى فيه كلام كتير جدا يا كريم. أكيد. لأن برضو المغرب في ناس تقولك إن المغرب مش من المنتخبات اللي هي مرشحة لدور الستاشر، في ناس تانية تقولك بالعكس المغرب من أكبر المنتخبات العربية المرشحة. فهل ده ولا ده، وده بيزد على إيه، والفنيات هنا وهنا؟ ده اللي احنا هنعرفه برضو تحديدا في الفقرة الأولى مع حضراتكم. طيب برضو من ضمن الناس اللي كان ليهم ردود أفعال يعني فرحانة جدا وسعيدة جدا ومبتهجة جدا وفخورة جدا، مجموعة كبيرة من نجوم التعليق في كرة القدم العربية كان ليهم حقيقة تعليقات لطيفة جدا ومعبرة جدا. هنستعرض مع حضراتكم البعض منها. طبعا المعلق الكبير الأستاذ عصام الشوالي التونسي الشهير نجم التعليق الكروي كتب وقال ألف مبروك لرجال الأخضر السعودي. طبعا لا يقل عنه شهرة الجزائري حفيظ دراجي كتب وقال ملحمة كروية في لوسيل يصنعها الأخضر السعودي أمام الأرجنتين بروح عالية بل ب7 أرواح وطريقة لعب هجومية ودفاعية جريئة سمحت له بالفوز بثنائية تاريخية أوقفت سلسلة 36 مباراة دون خسارة لرفقاء ميسي. كرة القدم لعبة رجال فعلا، ألف مليون مبروك. بعديها الإماراتي الأستاذ فارس عوض كتب وقال ملحمة مرجلة مفخرة لحظة تاريخية استثنائية عربية سعودية في كؤوس العالم، أكدوا فيها أن الكل يحلم والأخضر وحده من يفعلها. الإعلامي السعودي الأستاذ علي الحربي كتب وقال الحمد لله ألف مليار مبروك يا أبطال، يلا اعطونا الكاس. وأيضا من الإمارات الأستاذ علي سعيد الكعبي قال 30 مليون مبروك سعودي، ما أروعك، فوز وفرحة للتاريخ. كمان بلال أحمد علام طبعا من مصر كتب وقال مبروك يا أخضر مبروك، رفعت رأسنا والله، ألف ألف مبروك. والإعلامي السعودي فهد العتيبي بيقول الحمد لله مبروك لكل العرب، فوز منتخب السعودي البطل. وكمان الأستاذ عامر عبد الله المري كتب وقال منتخب الأمتين أفرح الأمتين، توقف منتخب الأرجنتين ب36 مباراة بدون خسارة، توقف أسطورة العالم أمام الصقر السعودي، أول منتخب عربي يهزم الأرجنتين. زي ما أنت شايفة كده أن هواندا حالة احتفاء كبيرة جدا. في برضو حاجات كتيرة امبارح، كوميكس زي ما أنت قلت في الأول كانت منشورة يعني ناس تحديدا حاطة ميسي في دماغها، يعني يعني شو من الأرجنتين خالص، الناس كلها كانت بتعمل كوميكس على ميسي تحديدا، لأن طبعا ده النجم بتاع الأرجنتين، الناس كلها كانت متوقعة أن ميسي هو اللي هيحرز الأهداف. بس باي ذا واي برضو الأرجنتين لعبت كويس، يعني ميسي كان متألق طبعا كالعادة، بس زي ما بيتقال برضو السعودية كانت قادرة أو كانت عندها المقدرة أن هي تنافس بشكل جيد جدا بالأمس، لكن ستيل لسه بدري على المشوار، المشوار طويل، بس برضو من حقنا أن احنا نفرح، ومن حق الناس شوية أن هي برضو إيه يعني تاخدها، يعني يمكن اللحظات دي ما تتكررش. انت عارف واحد بيحب يستغل كل حاجة برضو. وعلى فكرة برضو ما ينفعش نكون بنتكلم
يعني عن هذا اللقاء من غير ما نتكلم عن حارس مرمى المملكة العربية السعودية محمد العويس اللي الحقيقة كان متألق جدا. يعني الحقيقة امبارح كان فيه نقدر نقول ملحمه من زاويه معينه لرؤيه الامور، وعلى فكره الزاويه دي بيعكسها توقعات الناس اللي توقعات النهواد كانت بتتكلم مع حضراتكم فيها من شويه، فكره ان تقريبا الكل كان متوقع يعني او بيقول ما معناه ربنا يستر كده ويعدي الماتش ده على خير. لا الحقيقه مع نهايه اللقاء ناس كتير بصت لبعض بكتير من الاندهاش الممزوج بالفرحه، حاجه مفرحه جدا جدا، نتمنى ان هي تتكرر ان شاء الله مش بس على صعيد المنتخب السعودي لا كمان على مستوى كل المنتخبات العربيه المشاركه. يا مسهل يا رب والله. يا رب. طيب كده الفقره الاولى يعني في السيجمنت الاولاني خلصت، هنروح فاصل نرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. عودة لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكم مرة تانية. وتعالوا بقى نروح كده على السريع على المغرب، منتخب المغرب اللي هيقابل كرواتيا النهاردة إن شاء الله، وأكيد بنتمنى له كل التوفيق في هذا اللقاء. وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي اتكلم في المؤتمر الصحفي الخاص بهذه المباراة وقال نحن جاهزون لتقديم أقصى ما لدينا لإمتاع جماهيرنا. قال كمان إن المباراة هتكون صعبة في أكبر بطولة عالمية، وأكيد طبعا البطولة صعبة. وليه بقى وزي ما هو قال يعني قال هنلعب أو سنلعب ضد وصيف بطل العالم والذي يضم لاعبين مصنفين عالميا، نحن نرى من البداية أننا في مجموعة الموت في ظل تواجد وصيف بطل النسخة الماضية وصاحب المركز الثالث، لكننا سنقول كلمتنا لأننا أيضا لدينا لاعبين من مستوى عالمي. المغرب أكيد في مواجهة صعبة لكن نحن واثقين فيها وواثقين في النصر، واحنا كمان والله يعني الى حد بعيد عندنا ثقه ان شاء الله باذن الرحمن نفس اللي عمله المنتخب السعودي حققه النهارده المنتخب المغربي عشان تعم الفرحه ارجاء عالمنا العربي. واحنا بنتكلم على منتخبات على فكره عندهم لعيبه جامدين وعندهم كوره حلوه، كره القدم المغربيه كره قدم قويه وكره القدم السعوديه قويه جدا كمان، فنتمنى ان شاء الله النصر النهارده للمنتخب المغربي. بص هو فعلا زي ما ركراكي اتكلم هو عندهم مجموعه الموت، يعني مجموعه المغرب صحيح مجموعه صحيح صعبه طبعا. والمباراه النهارده مباراه صعبه، بس انا عاجبني برضو فكره هنا الثقه اللي عنده، هو ده اللي احنا كنا بنتكلم بقى فيه. ركراكي لما تحدث بثقه، قال لك احنا جاهزين، احنا عارفين احنا بنلعب الوصيف، احنا عارفين ان هم عندهم لعيبه مصنفه عالميا، بس احنا برضو عندنا جاهزيه واحنا عندنا لعيبه واحنا مستعدين. ده في حد ذاته انا احترمه جدا تصريح بهذا الشكل. اتمنى كل التوفيق باذن الله. برضو هرجع اقول لحضراتكم للمغرب، طبعا هرجع اقول لحضراتكم كل التفاصيل هنتكلم فيها في الفقره الحواريه الاولى علشان نقدر ان احنا بقى نحلل كمان ونتكلم فنيا. خلينا دلوقتي نتابع اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه زي ما احنا متعودين يوميا مع حضراتكم، ونروح لسالة حامد تحديدا موجوده في مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالة صباح الخير عليكي، بونجور، سامعينك، اتفضلي. طبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، ويمكن زي ما انتوا قلتوا يعني حاليا كلنا متواجدين داخل لمقر النادي الاهلي بالجزيره عشان نقول لكم اخر الاخبار وابرز الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. يمكن خلينا نبتدي معاكم كالعاده باخبار الفريق الاول لكره القدم تحت قياده المدير الفني مستر مارسيل كولر، ويمكن النهارده الفريق بيواصل التدريبات بشكل طبيعي على ملعب مختار التتش في تمام الساعه 10 صباحا. ويمكن يعني خليني اقول لكم ان التدريبات دي يا كريم هواند ان هي في اطار استعدادات الفريق للمواجهه القادمه ان شاء الله، واللي هتكون يوم الاحد المقبل مع نادي المقاولون العرب، واللي ان شاء الله هتقام على ملعب استاد الاهلي والسلام في تمام الساعه 5 مساء. ويمكن المباراه دي هتكون في دور الثمانيه من بطوله كاس مصر، فدي ان شاء الله هتقام يوم الاحد والفريق بيستعد ليها بشكل طبيعي النهارده وبكره ان شاء الله هيواصل التدريبات بشكل طبيعي. كمان خليني اقول لكم انه امبارح يعني فريق 2001 في قطاع الناشئين فريق الشباب تحت قياده الكابتن شريف عبد الفضيل امبارح فاز على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف، يمكن سجل الهدفين، اول هدف كان عن طريق عبد الرحمن اشرف مانو، وبعد كده يعني نادي الزمالك تعادل بهدف بعد الهدف يعني نادي الاهلي بدقيقتين، وبعد كده يعني بعديها بثلاث اربع دقائق النادي الاهلي يعني سجل هدف الفوز عن طريق اللاعب احمد اشرف، وبكده يعني في اخر اللقاء الفوز اتحسم لصالح فريق النادي الاهلي، وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز على نادي الزمالك بهدفين مقابل هدف. كمان النهارده ان شاء الله فريق 2003 في قطاع الناشئين عندهم مواجهه ومباراه مهمه مع نادي البنك الاهلي، وهتكون الساعه 2:30 على ملاعب نادي الاهلي في فرع نادي الاهلي بمدينه النصر، ودي هتكون ايضا يعني مباراه في دوري الجمهوريه للشباب.
خليني بقى انتقل لجميع الالعاب الاخرى وابتدي معاكم باخبار الفريق الاول للكره الطايره الرجال تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. يمكن امبارح يعني خليني اقول لكم انه فريق رجال الكره الطايره كان عندهم مواجهه مهمه مع نادي بتروجيت، ويمكن دي كانت الجوله المؤجله من يعني بدايه الدور التمهيدي لبطوله الدوري الممتاز للكره الطايره، ويمكن دي كمان كانت اخر جوله في المرحله الاولى من دور التمهيدي، وقدر النادي الاهلي ان هو يفوز فيها بثلاث اشواط مقابل لا شيء لصالح النادي الاهلي بعد ما قدم يعني فريق النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي اداء متميز واداء قوي طوال يعني الثلاث اشواط امام بتروجيت، فقدر ان هو يفوز امبارح يعني امام بتروجيت، والنهارده ان شاء الله هيواصل التدريبات بشكل طبيعي عشان يستعد للمرحله الثانية من دور المجموعات واللي هتبتدي ان شاء الله يوم الثلاث المقبل، واول مباراة للنادي الاهلي هتكون امام بنها ودي هتكون يوم الثلاث المقبل ان شاء الله. كمان سيدات الكره الطايره تحت قياده الكابتن حمدي الصافي النهارده عندهم يعني هيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي عشان بعد كده ان شاء الله عندهم مباراه يوم الجمعه، ودي هتكون امام نادي وادي دجله وهتقام على ملعب المركز الاولمبي في المعادي في تمام الساعه الرابعه عصرا، ودي ان شاء الله هتكون يوم الجمعه في بطوله الدوري ايضا الممتاز لكره الطايره سيدات. كمان رجال الكرة الطايرة يعني يمكن امبارح طبعا تحت قيادة الكابتن او المدير الفني الاسباني مستر اجاستي ابوش، يمكن امبارح يعني خسروا يعني امام نادي الاتحاد السكندري بنتيجة 88-76 بفارق 12 نقطة، يعني يمكن بعد كمان ما الفريق المرتبط للنادي الاهلي حقق الفوز على فريق مرتبط الاتحاد السكندري بنتيجة 81-65، ولكن رجال يعني كرة السلة ما قدروش ينجحوا في ان هم يعني يتفوقوا على نادي الاتحاد السكندري، ولكن لسه يعني البطوله في الملعب ان شاء الله في مباراه يوم الخميس ان شاء الله لو النادي الاهلي قدر ان هو يحسمها ويفوز بالمباراه دي امام نادي الاتحاد السكندري ان شاء الله يعني هيكون يعني بطل لبطوله الدوري المرتبط للمره الثالثه على التوالي، فلسه فاضل مباراه يوم الخميس ان شاء الله، وعشان كده النهارده الفريق يعني هيستعد بشكل طبيعي على صاله دكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر، هيواصل التدريبات بشكل طبيعي كريم ونهواندا عشان مباراه يوم الخميس اللي ان شاء الله تقام على نفس الصاله في تمام الساعه 7 مساء، وفريق المرتبط هيكون الساعه 5:30 على نفس الصاله صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه السادسه من اكتوبر. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده كمان خليني اقول لكم انه يعني الدوري والمباريات في بطوله الدوري ان شاء الله هترجع تاني ل يعني فريق كره اليد سيدات، ويمكن ان شاء الله اول مباراه هتكون يوم الجمعه القادمه مع نادي 6 اكتوبر وهتقام هنا على صاله امير عبد الله الفيصل الساعه 6، ويمكن كمان يعني اللاعبات اللي كانوا في منتخب مصر هيرجعوا كمان لتدريبات الجماعيه مع الفريق النهارده وهيشاركوا ان شاء الله في بطوله يعني او في المباراه امام نادي 6 اكتوبر في بطوله دوري المحترفين لكره اليد سيدات اللي ان شاء الله هتقام يوم الجمعه. ويمكن خليني اقول لكم يعني الست لاعبات اللي كانوا غايبين عن التدريبات الفتره اللي فاتت وهم امينه هشام، امينه عاطف، ليلى حماد، منه الله سيد، وتقى كمال، وشهد الشواربي، دول ان شاء الله هيكونوا متواجدين النهارده في التدريبات وكمان هيكونوا متواجدين في مباراه يوم الجمعه. يمكن دي يا كريم ونهواند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بنادي الاهلي وجميع فرق الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو طبعا نتكلم عليكم في الاستوديو. اتفضل. دي اغلس دبانه في اغلس دبانه في العالم يعني. اشكرك جدا يا سالة على هذه التغطيه طبعا الرائعه كالعاده. احنا بقى نروح فاصل. انا بقول كده انت انا رايي انا اقترح ولا تيجي نروح نروح فاصل سريع مع حضراتكم ونرجع بقى للفقره الاولى اللي هنتكلم فيها طبعا الكرويه اللي هنتكلم فيها عن المونديال وتفاصيل كثيره جدا والمباريات ان شاء الله المرتقبه اليوم. خليكم معانا. عوده ل 10 الصبح في الاهلي، اهلا بيكم مره ثانيه في اولى فقرات الحواريه في حلقتنا النهارده، وطبعا بعد الانتصار العظيم اللي شفناه امبارح وبعد الاداء الرائع اللي شفناه امبارح من المنتخب السعودي لازم نتكلم ونحلل هذا اللقاء بكل تفاصيله وبكل اللقطات المميزه اللي فيه. لازم بطبيعه الحال نتكلم عن فكره ان حتى لو التوقعات تجاه صعود المنتخبات العربيه المشاركه في هذه النسخه من المونديال هتفضل زي ما هي، بس الحاجه الاكيده ان الاماني زادت بعد ما كلنا تابعنا ماتش امبارح، فبقى في حاله من التفاؤل، بقى في حاله من ليه لا، فده اللي هنتكلم فيه مع الاستاذ محمد عصام الناقد الرياضي اللي منورنا في حلقتنا النهارده. صباح الخيرات. صباح الورد والياسمين، وصباح الخير على كل متابعين وعشاء النادي الاهلي في كل مكان. أهلا. صباح الهنا والنصر وسعداء بالانجاز امبارح اللي شفناه، حاجه كانت مشرفه حقيقي. وهنبدا من هنا يعني، وبصراحة شديدة أستاذ محمد، هل كنت متوقع هذا الأداء والنتيجة من السعودية؟ أنا بمناسبة التوقع ده هقول لحضرتك على حاجة.
انا كنت من اوائل الناس اللي كتبت امبارح الساعه 8 الصبح، كتبت بوست على الفيسبوك قلت لهم انا قلبي بيقول ان السعوديه هتعمل حاجه قدام الارجنتين. طبعا جالي اكتر من 100 تعليق كله عمال يقول لي يا عم بقى ازاي احنا لو خسرنا ثلاثه هيبقى مكسب مش عارف ايه ايه. المهم ان لما جه بدات المباراه طبعا الناس دي كلها الحمد لله تحولت من هم من بعد ما كانوا بيتريقوا عليا دخلت اعتذارات ليا الحمد لله. قالوا لك يا شيخ محمد. ما هم قالوا فعلا يا شيخ محمد. ف المباراه كان انا توقعت المباراه مش علشان خاطر نتيجه مباراه الواحد بيتوقعها ويقول لي يعني يا مكسب يا خساره يا بتسيب يا بتخيب بمعنى اصح. لا هو انا تابعت المنتخب السعودي، هم معاهم مدير فني ممتاز الفرنسي هيرفي رينارد اللي كان معروض على في مصر كان في 2018 وللاسف يا ريتنا كان جه والله. ما هو يعني مش هقول لك بقى منهم لله اللي كانوا السبب يعني هقول لك تمام منهم لله اللي كانوا السبب يعني ان هم رفضوا دعوه صباحيه مجابه. يعني هيرفي رينارد يعني كان انا كان نفسي يجي يدرب منتخب لان هو ده فعلا كان مشروع بجد للمنتخب كان هيبني جيل كبير. مفيش منتخب او فريق هو دربه الا الحمد لله وحقق نتيجه رائعه معاه طبعا بصراحة. في المغرب هو مدرب، انا سبق والتقيت مع هيرفي رينارد في المغرب لما كان قبل مونديال روسيا. مدرب عنده شخصيه، مدرب قوي جدا، اللعيبه بتخافه. احنا كنا شفنا فيديوهات امبارح لهيرفي رينارد ما بين المباراتين اتخانق مع اللعيبه بتاعه السعوديه بعد اداء اللي هم عملوه في الشوط الاولاني اللي احنا من وجهه نظرنا كانوا ادوا اداء كويس، لكن هو ما كانش عاجبه. دخل في اللقاء ما بين الشوطين راح قال لهم انتوا لازم تحترموا الجمهور، لازم تعملوا كذا، وبقى بيتخانق مع اللعيبه. تحس ان هو كان خسران 4-5. انا كنت بتابع المنتخب السعودي في الفتره اللي فاتت، هو عامل اداء، عمل تشكيله جميله جدا جدا، صنع لعيبه، حط عندهم الروح ان هم يكسبوا. احنا كلنا شفنا اول مره نشوف المنتخب السعودي يلعب بالروح والحماس والرجوله اللي احنا شفناها امبارح قدام الارجنتين. ده ما يمنعش برضو ان برضو ما نقدرش نقول مقياس، يعني احنا السعوديه عندها مباراتين مهمين طبعا، مباراه في بولندا وفي المكسيك. طبعا فرصه السعوديه كبيره، وهم تحديدا ان هم دلوقتي هم متصدرين المجموعه، لكن احنا شفنا ماتش مثلا بولندا والمكسيك امبارح. ماتش بولندا والمكسيك برضو المكسيك كانت بتلعب كويس، يعني كانت افضل نسبيا من بولندا. ليفاندوفسكي ضيع ضربه جزاء مهمه، لكن ليفاندوفسكي امبارح ما كانش متواجد مع منتخب بولندا. لكن نتمنى ان السعوديه يستثمر الفوز اللي عمله مع الارجنتين ويحقق نتيجه على الاقل، يعني حتى لو تعادل هيبقى فرصه برضو السعوديه كبيرة. ده لازم يحصل، وخصوصا ان اللي حصل امبارح مش هين ومش شويه ومش قليل، واكيد بيشكل دفعه معنويه غير مسبوقه وحتى غير متوقعه بالنسبه لي. هي غير متوقعه، وعايز اقول لحضرتك نقطه، المنتخب الارجنتيني اول ما نزل اللقاء نزل كان فيها حته كبر شويه على الكوره. أيوة. وكره عمرها ما تدي يعني ده ميسي هو اللي اتكلم على فكره ده حتى عبر عن ده. انا ما تابعت الصراحه التصريح بتاعه، بس هو كان واضح جدا جدا ان هم كان في حته الكبر شويه على الكوره، وكره عمرها ما تدي لحد متكبر عليها شويه. فعشان كده كان الاداء في المقابل ان كان اداء المنتخب السعودي لا لعبوا مباراه قويه. طب اداء فيه كبر وكمان ضربه جزاء اتحسبت في وقت مبكر من اللقاء وعليها شكوك كانت كفيله بان هي برضو يعني تهبط كتير من معنويات المنتخب. ما هنا بقى دور ما حصلش كده، هم هنا بقى دور كان المدير الفني هيرفي رينارد. انا بقول لحضرتك في بدايه الكلام ان هم كان ما بين الشوطين، يعني انا يا ريت كان الفيديو موجود كنت تعرضوه، كان داخل في غرفه خلع الملابس بيعنف اللعيبه بصوره رهيبه. يعني كان بيعنف اللعيبه، يعني محسسني ان كان اللعيبه ما كانتش بتلعب حلو، لا هو كان معنف جامد وقال لهم انتوا لازم تحترموا الجماهير، انتوا بتمثلوا بلد مهمه. والناس كلها كانت متعاطفه مع السعوديه، احنا كعرب طبيعي ان احنا يعني انا واحد من الناس، انا السعوديه جابت جون انا لقيت نفسي بكيت. يعني طبعا احنا عرب طبعا، يعني طبعا. عرب واحنا للاسف الشديد يعني دايما باصين احنا ما نقلش حاجه عنهم. روح يا شيخ اله المغرب تبكيك النهارده. انا عايز اقول لحضرتك من الفرحه برضه، انا زوجتي مغربيه عشان تكون حضرتك عارف. ده انت هتبكي، انا بشجع المغرب يعني قلبا وقالبا برضه. عندهم كوره حلوه والله، وبرضه في ناس كتير متعشمه خير، وخصوصا بعد الدفعه اللي حصلت امبارح مع المنتخب السعودي، فبنتمنى لهم اكيد التوفيق. برضه رؤيتك ايه للماتش ده؟ ماتش المغرب، اولا المغرب هو
يعني التوقعات اكتر على المنتخب المغربي ان هو يتاهل، خاصه ان المنتخب المغربي بيملك افضل الاسماء. عندهم مباريات صعبه، عندهم الماتش الجاي مع كرواتيا، لكن المنتخب المغربي عنده لعيبه عندهم الفكر الاحترافي، يعني اشرف حكيمي، حكيم زياش، امرابط، ناس كتيره، يعني ناس كتيره في المنتخب كلهم نجوم، كلهم محترفين بره. ففكر المنتخب المغربي، انا كنت قعدت عملت لقاء قبل كده مع نجم الكره المغربيه مصطفى حجي، فبتربطني بيه علاقه شخصيه كويسه، يعني فمدرب يعني كان بيتكلم عن اللعيبه، كنت نزلت معاهم التمرين، شايف في عقليه احترافيه، اللعيبه عايزه تعمل حاجه. المدير الفني الوطني الرجراجي زرع شويه حته، كان في مشكله شويه في المنتخب المغربي، يقول لك ايه بيلعبوا بره في الانديه بتاعتهم يعني كويسه، ويجوا مع المنتخب ما بيلعبوش بالروح. ده اختفى خالص من الفتره اللي فاتت، من 2018 مونديال روسيا، شفنا اللعيبه ظهروا بمستوى تاني، في حاله حماس وفي حاله غيره على علم البلد. اتمنى ان شاء الله المنتخب المغربي يقدر يعمل حاجه، والمباراه بتاعت المغرب بتاعت النهارده دي هتكون بوابه لعبور المنتخب ان شاء الله المغربي للدور اللي بعده. هو عامه المنتخبات العربيه، خلينا نقول الكره العربيه، كره القدم العربيه فيها فرق كبير وظاهر على الارض، سواء انت بتتكلم على مستوى المديرين الفنيين او اللعيبه والصفقات اللي بتحصل، او عامه الصرف، يعني فكره هنا الدعم المادي اللي بيحصل، لان في راس مال وضخ راس مال بشكل كبير، وده بيفرق. طبعا ده فرق مع السعوديه، يعني لو رجعنا تاني للمنتخب السعودي، احنا خلينا نشوف كميه المحترفين اللي جابوهم في عمليه، في غربله حصلت في الرياضه في السعوديه، وده كان واضح واضح جامد يعني، وحضرتك لو شفتك خدت بالك ده بان مع اللعيبه امبارح. اتمنى مع ان ده برده مش الموضوع بتاعنا، بس اتمنى يعني ان احنا نمشي برده على الطريق السليم، لان احنا للاسف مش ماشيين في الطريق السليم. لا هو ده موضوعنا، ما تقولش مش موضوعنا، هو ده موضوعنا، لان احنا هنتكلم بقى عن كره القدم المصريه كمان، وهي داخله تحت كره القدم العربيه. احنا كمان من حقنا، لان انت عندك برضو سكواد اعتقد هو مش موجود برضو في اي منتخب تاني عربي، يعني مع احترامي كل المنتخبات العربيه اسماء محترمه ولعيبه محترمه، لكن انت عندك لعيبه، طب يبقى فين المشكله؟ هل انا بوفر مثلا فلوس عشان المدير الفني، يعني زي ما احنا كنا بنتكلم على هارفي في السماسره والعملات؟ احنا كان هيرفي رينارد كان جاي مدير فني للمنتخب في 2018، لولا السمسره والعملات كان زمانه مدير فني، وكان زمان دلوقتي لينا وضع تاني. برضو التعاقد يعني مع كيروش، وكان الاستمرار عليه، وكان في امور كتيره، كان في ماتش السنغال احنا ضيعنا فرصه كبيره جدا جدا. للاسف ما يحدث في الكره في مصر محتاجه تطوير، احنا مش ماشيين صح لغايه دلوقتي، شايف كده لحد دلوقتي احنا ماشيين للخلف، برغم شويه الخطوات اللي اتخذت في الفتره الاخيره. خطوات زي ايه؟ يعني زي فكره ان انت المنظومه التحكيميه مثلا. المنظومه التحكيميه مثلا، بقول لك مثلا، ده مثال، مش دي الحاجه الوحيده اللي حصلت يعني. ما انا عايز اقول لحضرتك المنظومه التحكيميه، ما يعني احنا شايفين برضو هي نفس المشاكل، وهي هي نفس الحوارات في التحكيم. القصه مش قصه حكام، طب انت فين فين في كاس العالم؟ انت عملت تطوير في الحكام، وجبت حد ماسك دلوقتي مستشار، اللي هو انا مش عارف لحد دلوقتي هل هو مستشار ولا رئيس التحكيم. ما احنا برضو لحد دلوقتي احنا مش عارفين هو ماسك ايه، هل هو مستشار الحكام دلوقتي ولا رئيس التحكيم. طب انت لو افترضنا جدلا ان القرارات في ايدك انت شخصيا، ايه الخطوات اللي انت مقتنع ان هي لازم تتخذ عشان ينصلح الحال؟ اولا انا لو انا رئيس اتحاد، انا اولا رقم واحد هقفل على منتخب الكره عندنا، هجيب مدير فني على اعلى مستوى يكون درب منتخبات مهما كان بقى، ايا يكن الاسم، ايا يكن المبلغ. هقفل على الوكلاء والسماسره اللي مضيع الكره عندنا هنا في مصر. اي لاعب متخاذل، تمام، مش هيكون له مكان. هعمل انتظام في جدول الدوري والرابطه، وهعمل انتظام في المواعيد زي ما الدول بتعمل دلوقتي، علشان ان انا اعرف ان انا اعمل دوري قوي. هعمل يعني نخرج احنا للاسف عندنا الكره في مصر بقت في القضاء وليس في الملعب، في القضاء، في القضاء، في ساحه القضاء. يعني دلوقتي انت وعلى الاقل جانب منها، او جانب منها دلوقتي للاسف سياسه الصوت العالي،
ما بقاش في رياضه. يعني بنطلع بنشوف ناس بتهاجم في انديه وبتشتم وبتعمل يعني هقول لك على حاجه ده يعني ده شق يعني ما بيناش مركزين في الكوره. يعني انا بتفق معاك بس انا بتكلم على الكوره نفسها على الارض على الملعب. انا دلوقتي علشان اقول انا عندي سكواد رائع جدا، انا دلوقتي عندي مدير فني فيتوريا ما نقدرش نقيمه دلوقتي بصراحه عشان ما حدش وخلينا صادقين مش هنضحك على نفسنا لا نستطيع دلوقتي تقييم ابدا فيتوريا، لكن السي في موجود وكان برده برنارد اوبشن وقتها برده موجود. خلاص اللي حصل حصل، بس انا بتكلم عن لعيبه وصفقات وبتكلم عن مدير فني وده الاساس دلوقتي. وطبعا مع الجدول ده موضوع تاني واهتمام بقطاع الناشئين ده اهم نقطه. بس ده دلوقتي برضو قائم مفروض. لا مش قائم للاسف. انت عامله ايه في المنتخب الناشئين؟ انت رحت في المغرب هناك سلسله اخفاقات الفتره اللي فاتت. يعني انت بتتكلم عن ايه؟ لا معلش يعني الناشئين بص ده مش موضوعنا بس احنا طالما تطرقنا ليه هنتكلم فيه بسرعه. تمام. بتكلم عن الناشئين عندنا، الناشئين في الانديه المختلفه مش على قدر زي ما حضرتك بتشوف الامثل. للاسف الشديد انا هختلف شويه بس هسمعك. الناشئين عندنا للاسف ما بقولش على الا في بعض الانديه طبعا في مصر، لكن احنا بنتكلم على مستوى الناشئين كقاعده عامه. انا مش هتكلم على نادي، انا بتكلم على قاعده عامه. قاعدة عامة مستوى الناشئين عندنا للأسف ما فيش عين بتدور على لعيب كويس. يعني كان زمان كنا بنلاقي أسامي، يعني أسامي النجوم اللي هم حاليا كنا بنشوفهم بيلعبوا في الشارع، كان في عين بينزلوا يشوفوا في لعيب ده كويس بننزل نجيبه ده. لكن للأسف في نجوم كتار جدا جدا من النادي الأهلي وفي أندية تانية ونادي الزمالك على فكرة طلع منه ناشئين كتير بس دلوقتي بيتكلموا يقول لك للأسف المواهب قلت عندنا. أو انا ضد الفكره المواهب قلت، انا شايف ان مفيش عين الكشافين هم اللي قالوا الكشافين ما بقوش يعني موجودين. الصفقات بقى اللجوء للصفقات الاحترافيه اكتر يعني ده اللي عايز تقوله. للاسف الشديد احنا بقينا دلوقتي بنعتمد على نجيب لعيب اجنبي من بره وحتى لو على حساب المنتخب. يعني بص هقول على حضرتك على حاجه استاذ محمد، الملف ده ملف شائك وملف أكيد. مهم أكيد. وما ينفعش ان احنا نناقشه دلوقتي انا وكريم وحضرتك في 3 دقائق. احنا خلينا انا بتكلم لازم فقره وده بجد هننسق فقره نتكلم فيها عن ده لان دي ليها خلفيات كتيره جدا ياريت. مش عايزين نكروتها زي ما بيتقال باللغه بسيطه. لا وفي اوراق وفي حاجات كتيره. خلينا نرجع للمونديال ونتكلم قبل ما ننتقل بقى لماتشات النهارده. انا بس عايزه اروح عشان نقفل ملف السعوديه. السعوديه خلصت الجوله الاولى او يعني مش جوله يعني زي ما بيتقال المعركه الاولى. عندها معركه ثانيه دلوقتي متصدره المجموعه ده شيء محترم جدا، لكن في نفس الوقت عندها بولندا. بولندا برضو البعض بيقول لك مش هتكون في صعوبه الارجنتين هذه المباراه، لكن ربما برضو هتبقى مباراه فيها ضغط كبير جدا، فيها تنافسيه شديده جدا. رؤيتك لهذه المباراه بالنسبه للسعوديه بعد هذا الفوز، هيكون الثقه دي او هتكون هذه الثقه مكسب ولا خساره للسعوديه؟ ما ده بقى الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده الصح. هل المنتخب السعودي هيستثمر الفوز بتاعه على الارجنتين وهيلعب بروح حماسيه ونفس الروح؟ لو هو هيلعب بنفس الروح وبنفس الرجوله اللي احنا شفناها قدام الارجنتين، انا بقول لك السعوديه التسع بونت هكونوا موجودين. طب هو ينفع ما يلعبوش بالروح دي بعد اللي حصل امبارح؟ ما انت ما مشكله، احنا مشكلتنا ان احنا شويه بعد اي مباراه قويه وبعد ما بنحقق انجاز من طبيعه اللعيب العربي شويه اللي هو خلاص تحس ان هو خلاص عمل كل حاجه. انا يعني شايف حتى هما تصريحاتهم وتصريح المدير الفني ما هو بتاعه. انا بالنسبه لي انا براهن على المدير الفني ان احنا لا احنا حققنا انتصار اي نعم، لكن في نفس الوقت عندنا ماتشين مهمين جدا وهنركز فيهم جدا ومش هنطول في الفرحه. ما يعني انا براهن بقى هنا زي ما حضرتك قلت على المدير الفني. شخصيه هيرفي رينارد بيتعامل كل مباراه على حده. كسبنا احتفلنا امبارح، يعني تقدر تقول ماشي بنفس سياسه النادي الاهلي شويه. في خلاص احنا فزنا، هو اليوم الانتصار والفوز، خلاص اقلب الصفحه في مباراه ثانيه. ودي سياسه كويسه ودي سياسه ناجحه وده اللي منجح النادي الاهلي. بس هو الشعب السعودي لسه والشعب العربي لسه بيحتفل، يعني النهارده اجازه عندهم. الشعوب تحتفل لكن اللعيبه هي دي النقطه. وغير كده وكده هو يعني اجمل حاجه برضه هو عملها ان هو شايل الفيسبوك وشايل مواقع التواصل عن اللعيبه خالص. صح صح تمام؟ صح. فانا شايف ان المنتخب السعودي لو هيلعب بنفس الروح اللي لعبها قدام الارجنتين، وخاصه ان هو بيملك لعيبه دلوقتي على اعلى مستوى منهم يعني الحارس 7 محمد العويس اللي ظهر باداء رائع وانقذ كذا كوره. تمام. عندك سليمان الدوسري وكنو في وسط الملعب، في لعيبه
كبيرة توليفة هو عاملها. بس مصيدة التسلل كانت هتخلي الواحد قلبه يعني. ما هي دي اللي بيلعب عليها هيرفي رينار. قلبه بيقع مع كل هجمة. ما هي دي بقى اللي بيلعب عليها هيرفي رينار. بس شهراني وسلمان الاثنين دلوقتي مش موجودين. شهراني عنده عملية. عنده عملية ربنا يستر. وسلمان كان إصابة حاجة زي كده. هو احنا بس كنا عايزين نتأكد على كانوا منزلين امبارح الأشعة بتاعت السمري طبعا ربنا طبعا يشفيه وكلنا بنتمنى له الشفاء لأن كانت الإصابة جامدة. أنا عرفت إن هو سافر ألمانيا على طول بعد المباراة. هو محتاج ثلاث عمليات تمام يعني ثلاث عمليات. عنده مشاكل طبعا في الفك وفي الأنف وفي الأسنان. ربنا يشفيه طبعا. بس وجودهم هيفرق برضو مع السعودية بشكل كبير أكيد يعني. أكيد هيفرق أكيد. بس هو التوليفة كلها أنا بتكلم على التوليفة كلها. هيلفي رينارد عامل توليفة صحيح. قوية جدا. زارع فيهم. كلنا شفنا حتى المستوى البدني بتاع اللعيبة نفسها يعني. والروح كويس. القتالية تكاد تكون واحدة عند كل اللعيبة. اللعيبة ما كان إحنا شفنا اللعيب بيطلع الكورة من الجول خلاص اللي هي انت مش هتخشي يعني. حتى لو الحكم بالرغم ان الناس كلها اتخنقت واحنا كلنا كان في اعتراض على الحكم 15 دقيقه وقت بدل ضايع ولا 14 دقيقه. هي ظاهره عموما في النسخه دي من هي ظاهره عشان يعني اول ثلاث ماتشات الوقت الاضافي المجموع بتاعه في الثلاث ماتشات كان فوق ال 44 دقيقه. عشان كولينا رئيس الاتحاد التحكيم الدولي طبعا اللي انا بعتبره من عشاق انا من عشاق كولينا لان كولينا لما كان حارس لما كان حكم كان ليه هيبه كده وكان ليه وضع تاني مع اللعيبه. ما كان لا يجرؤ اي لعيب يتكلم مع كولينا. فكولينا قال لك احنا بنضيع في اي تغييرات. اللعيب لما بيقع فرحه الهدف نفسه بيضيع ثلاث دقائق. فكل ده لازم يتحسب. فهو ده بينتقل ده فبدا يزيد. بس الحكم ادى 9 دقائق امبارح. انت زودتها ل 15 دقيقه واللاعب السعودي لما وقع اتصاب ما خدش غير دقيقتين. 15 دقيقه كتير. لكن يعني انا جت لصالحنا في الاخر. هي جت لصالحنا. وعايز اقول لحضرتك على حاجه. انا امبارح كان عندي ثقه حتى لو كان زاد شوط كامل الارجنتين ما كانتش هتجيب جول. فعلا خلاص. انا كان عندي ثقه خلاص. هو الارجنتين كان حسيت من اللعيبه نفسهم ان هم بدا يروح خلاص. طب ما تيجي بقى نروح شويه لتونس والتعادل اللي حصل تونس والدنمارك ودلالات هذا التعادل او توقعاتك المبنيه عليه. هو طبعا منتخب التونسي قدم مباراه ممتازه امبارح. طبعا كنا نتمنى تحقيق فوز على الدنمارك واستثمار طبعا الروح العربيه لكن التعادل برضه كان حاجه كويسه للمنتخب التونسي. منتخب التونسي ظهر طبعا باداء كويس امبارح. كانت التشكيله شويه متوازنه فيها نجوم واخدين على اللعب الاوروبي. فرصه تونس كبيره بس لو تركز لو ركزت على المرمى وتسجيل الاهداف واستغلال انصاف الفرص تونس هيكون ليها دور وتحقيق الفوز في المباراه الجايه ان شاء الله. والله احنا نتمنى ذلك. لسه يعني الواحد مش قادر يحدد دلوقتي حتى مستوى المنتخبات العربيه. اول ما دخلنا او اول ما بدا المونديال قلنا يعني ما فيش شويه امل قوي بس دلوقتي اصبح في امل. انا كان نفسي بقى عارف ايه استاذ محمد كان نفسي قطر تفوز في المباراه الافتتاحيه لان ده الطبيعي الدوله المستضيفه عاده بتفوز في المباراه الافتتاحيه. هي قطر انا من متابعتي المنتخب القطري قبل المونديال لعيبه كويسه وكانوا عاملين مباريات ممتازه وحتى المباريات الوديه اللي لعبوها كانوا محققين نتائج كويسه وفوز وتعادل. يعني اللي حصل ممكن نقدر نقول يعني ممكن يكون حاله مباراه. يعني انا عندي توقع ان المنتخب القطري في المباراه الجايه ان شاء الله يعني هيظهر بقى بقوه وشخصيه المنتخب القطري. بس اول طلعيه كان فيها شيء من الرهبه نقدر نقول لان كانت اول مشاركه ليهم وفي كم الجمهور ده كله فانا حسيت ان اللعيبه اتخضت. طب انت بشكل عام يعني تقييمك ايه للمشاركه العربيه في النسخه دي من المونديال وهل تتوقع يعني ان في فرق منهم او منتخبات منهم هتصعد؟ طبعا ان شاء الله اتمنى. انا شايف انها مشاركه فعاله ومشاركه كويسه. الكره العربيه الفتره اللي فاتت بدات تنتزع البساط من الكره الافريقيه شويه. يعني كلنا بقينا يعني نسخه روسيا كان 5 دول عربيه مشاركه. دلوقتي برضو كنا نتمنى طبعا اكيد مشاركه مصر. يعني انت عندك تونس وعندك المغرب وعندك السعوديه وعندك قطر 4 دول برضو مشاركه مش قليله. انا شايف ان المنتخبات العربيه باستثناء طبعا يعني هنشوف اداء قطر في المباراه اللي جايه لكن انا هتكلم على المباراه اللي احنا شفناها. يعني السعوديه طبعا الاقرب
للمنافسة في حالة الاستمرار واستغلال فرحة الفوز بتاعتهم على الأرجنتين. عندك المغرب فريق لا يستهان به بالرغم ان احنا لسه ما اتفرجناش عليه اكيد النهاردة، لكن عندنا ثقة في المنتخب المغربي بيقدم كرة حلوة في ظل وجود المدير الفني وليد الرجراجي، هيقدم مباراة كويسة. تونس امبارح مقدمه لقاء، عامله مباراه كويسه قدام فريق كبير، وهي اللي فرضت النتيجه دي اصلا، وهي اللي فرضت لحد كبير يعني، مع العلم ان انا كنت شايف ان المنتخب التونسي كان يقدر يحقق الفوز. طبعا كان ممكن يخطف هدف، وكان اقرب، وكان صحيح. خلاص يعني هو كان اقرب، وكان ليه ضربه جزاء على ما اظن، يعني كان ليه ضربه جزاء المفروض تتحسب وما اتحسبتش. لكن المنتخب التونسي قادر، المباراه الجايه هتقدر تقول ممكن يكون في ثقه بقى زادت عند اللعيبه بعد مباراة الدنمارك، وان شاء الله هو تخطف، يعني تخطف ماتش وتتعادل ماتش، هتلاقي فرصتك في التأهل والصعود هيكون كبيرة يعني ان شاء الله. طب ماتش بقى فرنسا واستراليا فيه كلام برضو. الشوط الاول كان حاجه، بعدين الناس اللي قامت تجيب حاجه وترجع رجعت لقيت السكور مختلف تماما. الناس كانت متوقعه ان فرنسا مش هتكون متالقه بالمستوى بتاعها لان في غيابات كتيره للنجوم، كتيرة جدا. على الصعيد الثاني لا، فرنسا برضو لعبت كويس جدا. يعني خليني اشوف انت رايك ايه برضو في المباراه امس. لا، المنتخب الفرنسي وضع تاني خالص، من احد المرشحين بقوه للبطوله. يعني انا بالنسبه لي انا شايف ان منتخب فرنسا، منتخب البرازيل، المانيا، الارجنتين برضو تمام في حاله الصحوه، لان انا شايف ان الارجنتين اتخطفت شويه فهي هتفوق، لكن انا شايف الاربع منتخبات دولت هم كان الاقرب شويه يعني ان هم ياخدوا البطوله. لكن منتخب فرنسا امبارح قدم مباراه كويسه جدا جدا. المنتخب الفرنسي في اول الشوط الاولاني هو كان افضل، لكن يعني ما كانش قادر يستغل الاهداف اللي كانت موجوده. كلنا شفنا طبعا نجم منتخب فرنسا امبابي اللي كان يعتبر محور الفوز لمنتخب فرنسا. كنا نتمنى وجود كريم بنزيما طبعا، حصل على الكره الذهبيه، كنا نتمنى يكون موجود. بس انت بص على التوليف بتاعت منتخب فرنسا، لا اسماء كبيره واسماء مهمه. ضربه كريم بنزيما كانت ضربه قاسمه. على كل الاحوال تعالى نتعرف بقى على الاجواء الاحتفاليه في المملكه العربيه السعوديه عامله ازاي بعد الفوز الكبير اللي اتحقق امبارح طبعا امام الارجنتين. احنا معانا على التليفون الاستاذ عاطف الاحمدي الناقد الرياضي السعودي. صباح الفل على حضرتك يا فندم، واهلا بيك في 10 الصبح في الاهلي، ومليون مبروك. صباح النور كريم، صباح النور لجميع ضيوفك، لجميع متابعي البرنامج، لجميع الشعب المصري. الله يخليك. طبعا احنا متوقعين حجم الفرحه، بس عايزين نعرف مفرداتها وتفاصيلها من حضرتك. طبعا الف مبروك ليكم، الف مبروك لكل بيت عربي. يعني البارحه ما كانت مقتصره على المملكه العربيه السعوديه، صحيح. موجوده يعني الاجواء كانت موجوده في كل الدول العربيه، صحيح. يعني انا ما انت عارف كميه الاتصالات اللي جاتني البارحه من بعد نهايه المباراه، لدرجة ان راسي الان مصدع من قوة المكالمات التليفونية. جميل. فالفرحة، الفرحة عامة. ما انتوا رفعتوا لنا كمان سقف التوقعات يا فندم. هو شوف، يمكن لو بنتكلم بأكثر عمقا كريم. اتفضل. اليوم اللي حصل هو محض الصدفة. أكيد. اليوم في عمل مقدم على مستوى الرياضة السعودية، يمكن بدأ من 2018. الدعم الكبير اللي بتجده الرياضه السعوديه وتحديدا كره القدم من الدوله حافظها الله، دعم مو سهل، دعم لهدف التنميه المستدامه، مو الهدف وقتي، مجرد مشاركه او مجرد مناسبه، لا. اليوم نتكلم على عمليه، على عمل تراكمي تكاملي تطوري، بدا زي ما قلت من 2018 ومستمر ان شاء الله. يمكن البارح هو كانت بدايه الظهور لهذا العمل بخلال تقديم منتج سعودي فاخر على مستوى المنتخب. هو من ناحيه فاخر ففاخر جدا يا فندم، من ناحيه فاخر فهو فاخر جدا، ورفع من درجه الفخر عند العرب كلهم الحقيقه بهذا الانتصار المدوي اللي اتحقق امبارح، واللي اكيد احنا كنا لسه بنتكلم من شويه على فكره البناء على هذا النجاح اللي اتحقق وفكره القادم ان شاء الله. بالتاكيد كريم، اليوم اي عمل ما ياتي بمحض الصدفه، يعني مهما كان في اجتهادات من شخص او شخصين، استحاله يكون هذا العمل مقنن وعميق ويستمر لسنوات طويله. اليوم لما نتكلم على عمل مميز لابد ان يكون العمل هذا مستمر. العمل الوقتي هذا غير جيد، وبالتالي لا، الكره السعوديه بتشهد التطور
تطور كبير زي ما قلت لك بدا في 2018 وحيستمر. والدليل اليوم هيرفي ريناد المدرب المدرب المنتخب السعودي، انا بعطيك معلومه ترى هيرفي ريناد المدرب الاوروبي الوحيد كان المنتخب السعودي هذه السادس مشاركه. الخمسه مشاركات السابقه كان عندنا مدربين برازيليين، مدربين ارجنتينيين، ومدرب وطني في خمسه مشاركات. لكن هذه المشاركه الوحيده اللي كان فيها المدرب الاوروبي هيرفي ريناد. هيرفي ريناد مدرب تكتيكي عميق يتوافق او يتواكب ويتماشى مع التطور اللي حصل على مستوى كره القدم، لان كره القدم اختلفت عن السابق. يمكن كانت اول السابق تعتمد اعتماد كلي على مهاره اللاعب، لا الان تكنيك، الان تقنيات، كثير من الامور دخلت في كره القدم، وبالتالي تحتاج مدرب يتواكب مع هذا الامر. صحيح. مبروك للمنتخب السعودي، مبروك للشعب السعودي، مبروك لكل الدول العربيه. انا بس عايز استاذ ما اقصرش التهاني عليا ده كمان كل ما يعني استوديو. صباح الخير والنصر. يمكن انا وكريم لحضرتك تابعتنا في بدايه الحلقه، احنا قلنا صباح النصر علينا، يعني زي ما حضرتك بديت كلامك كده احنا كلنا سعداء من قلبنا. يعني عايز اقول لحضرتك ضيفنا استاذ محمد عصام الناقد الرياضي قال لنا النهارده اول ما قعد معانا بيقول لنا انا امبارح مع الفوز السعودي انا بكيت، ودي مشاعر بتبقى جايه من القلب، وبجد احنا كلنا سعداء بالانتصار، الانتصار العظيم اللي حصل، بس نتمنى ان احنا نبني على ده يعني استاذ عاطف، لان ده مهم جدا الفتره اللي جايه. انتوا لسه عندكم ماتشات مهمه، طبعا انتوا متصدرين المجموعه دلوقتي، او هقول احنا متصدرين المجموعه دلوقتي، بس لسه في بولندا ولسه في تقريبا المكسيك، فان شاء الله يبقى في كده نفس الطاقه اللي ابتدينا بيها نكمل عليها باذن الله. اصعب يا انا هون حي الاستاذ محمد عصام، اصعب المباراه بولندا والمكسيك اصعب من مباراه الارجنتين. يعني حتى لما كنا نتكلم على حسابات ما قبل البطوله، ما قبل البطوله يمكن كانت من اصعب المباريات اللي تتكلم عليها مباراه بولندا والمكسيك. يمكن في كاس العالم تعودنا انه الجوله الثالثه هي حتكون جوله الحسم، لا في هذه الكاس العالم الحالي اعتقد وتحديدا مجموعه المنتخب السعودي هي الجوله الثانيه هي جوله الحسم. صح. يعني في حال المنتخب السعودي تفوق على بولندا باذن الله ان شاء الله، والمنتخب الارجنتيني تفوق على المكسيك، كذا بولندا والمكسيك اصبحت امالهم ضعيفه جدا في عمليه الوصول للدوره الثانيه. الحمد لله، نقول الحمد لله. هي الحمد لله على النقيض تماما لو حصل اي تعثر. يعني انت ممكن الارجنتين لو المكسيك تفوقت على الارجنتين الجوله المقبله، وبالتالي الارجنتين مع السلامه، ما عاد لها دور، جاءت مرشحه لكاس العالم وخرجت من الدور بالضبط، بس حاجه غير متوقعه تماما لها. يعني امر وارد في كره القدم، اليوم اختلفت المعايير، اختلفت المقاييس في كثير من الامور. صحيح. اليوم لما نتكلم على المنتخب المصري، من الظلم اذا نتكلم على معايير حقيقيه، من الظلم عدم تواجد المنتخب المصري في كاس العالم. صحيح صحيح. وكلام يعني يتكلم على منتخب صاحب المركز الثاني في افريقيا. صحيح صحيح. وان شاء الله العمل على اصلاح المنظومه الكرويه في مصر يؤتي ثماره هو الاخر، كما يعني كان الاصلاح السعودي اتى ثماره، وشفنا هذا النتاج متجسد في لقاء امبارح. انا بس عايز اقول لحضرتك ان الاستاذ برضو محمد عصام عايز يهني حضرتك. خلنا نقول حاجه قبل اتفضل وليس تملقا نتفق ان الظروف الحاليه على مستوى الكره المصريه ما هي الظروف الجيده الامثل نتكلم، والطموح اعلى اكيد في هذه الظروف. ومن هذه الظروف المنتخب المصري نتكلم عن المركز الثاني وبيقدم شيء جميل، فما بالك لو تحسنت الظروف. صحيح صحيح صحيح، مليون في المية فعلا. يعني فأنا أشوف انه بامانه كنا في حاجه في هذا المونديال تحديدا، بامانه اتكلم عن مستوى الشخصي، توجه المنتخب المصري، لان اشوف زي ما المنتخب السعودي ابهرنا امس، كنت متوقع ان المنتخب المصري لو حضر في هذا المونديال تحديدا ممكن حيوصل لاماكن ابعد. نتمنى المونديال الجاي بقى يبقى المشاركه العربيه يعني افضل بكتير، خلينا نقولها بهذا الشكل يعني استاذ عاطف. على كل حال ليك تهنئه بس من استاذ محمد عايز يهني حضرتك. اولا مبروك لفوز منتخبنا، وبفضل ان انا اقول منتخبنا العربي، على شرفنا ان هو شرفنا امبارح قدام الارجنتين. بس انا كنت عايز اسال حضرتك سؤالين يعني في عجاله، يعني هل هيكون في مكافآت خاصه للاعيب المنتخب السعودي في حاله التاهل للدور المقبل؟ وكنت عايز اعرف ازاي المنتخب السعودي وصل للحاله اللي احنا شايفينها دي، ايه العوامل اللي ادت لظهور المنتخب السعودي بالصوره دي؟
تتكلم اول شيء طبعا لعيبتنا يستاهلوا كل خير، وبالتاكيد المسؤولين على المنتخب السعودي ما حيقصروا معاهم في اي حال من الاحوال. خلاف رجال الاعمال يعني احنا هذا ما تعودنا عليه في فترات سابقه، انه دائما الدعم الكبير اللي تجده من القياده السياسيه من صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله، دائما هو واقف خلف اي منجز سعودي سواء على المستوى الرياضي او حتى المجالات الاخرى. بالنسبه للي حصل امس، ترى هو اللي حصل امس ما كان هو يعني كان له خلفيات سابقه، يمكن اكبر خلفيه واكبر دعم هو الاجتماع اللي حصل قبل الذهاب لمونديال قطر ما بين الامير محمد بن سلمان وما بين اللاعبين، عندما طلب منه واكد لهم ان المجموعه صعبه، المونديال صعب، انا ابغاكم تروحوا تلعبوا وتستمتعوا. اي ضغوط عند اللاعبين شالها. احنا عارفين دائما وبالذات في وسطنا العربي لما يكون في اختيار لتشكيله يكسر الكلام، عندنا 30 مليون 40 مليون مدرب موجودين في الشارع، فيبدا الكلام وتبدا الانتقادات وتبدا حتى على المستوى الاعلامي تدخل مساله الميول وتدخل مش عارف ايه، فكان في ضغط على اللاعبين، وخصوصا انه هيرفي ريناد راهن على لاعبين معينين، لاعبين ما كانوا مشاركين في الدوري السعودي بسبب اصابه، يعني امس اللي تابع عبد الله المالكي ومحمد كنو موقوف عن اللعب بسبب امور يعني حاصله في عبده، وعبد الله المالكي توب راجع من رباط صليبي، يعني تخيل استاذ محمد وكريم ونهوان، تخيل عبد الله المالكي اول تعتبر مباراه رسميه امس بالاحصائيات جري 11 كيلو، فهذا الدعم المعنوي الكبير اللي قدمه الامير محمد بن سلمان للاعبين وقال لهم العبوا واستمتعوا، هم لعبوا واستمتعوا وامتعوا، فالضغوطات كلها عندما سحبت من اللاعبين لا اللاعبين تجلوا داخل الملعب، خلاف الخبرات التراكميه يعني اللعيبه الان اختلفت. محمد المنافسه المحليه اذا كانت المنافسه المحليه قويه ثق تماما ان كل المنتجات او كل المخرجات اللي بتخرج من هذه المنافسه هتكون قويه. كلام مظبوط، كلام مظبوط. مع جوده المخرجات. اللعيبه شوف لما بدا مشروع اللاعبين الاجانب او ارتفاع عدد اللاعبين الاجانب في المملكه العربيه السعوديه، للاسف يمكن ما كانت عندنا النظره العميقه، الكثير من المحللين والنقاد او حتى الشارع الرياضي ما كان في نظره عميقه وابعاد لهذا الموضوع، كانوا يتحدثون 7 لعيبه اجانب حياثروا على اللاعب السعودي واو كلام كثير ما في عمق. أنا بتفق مع حضرتك أستاذ عاطف، يمكن إحنا لسه قايلين النقطة دي، قلنا إن في روح انهزامية كانت عند البعض مننا، إن إحنا شايفين إن كتير علينا إن إحنا نشارك في المونديال وكتير علينا إن إحنا نفوز بعض المنتخبات الأجنبية أو حتى العالمية، يعني أنا شايف إن ده ظلم لنفسنا قبل أي شيء. أنا بس قبل ما أختم مع حضرتك عايزة أطمن منك تحديدا عن الشهراني ياسر الشهراني وسلمان، هل هم فعلا هيقدروا يشاركوا في المباراة اللي جاية بين السعودية وبولندا ولا الموضوع لسه بدري عليه، خصوصا إن شهراني يعني عامل دلوقتي عمليه لسه متواجد كمان في المانيا. تفضل يا استاذ عاطف. الشهراني سالم انتهى بالنسبه لهم موضوع المونديال، انتهى اصاباتهم قويه للاسف، نتمنى لهم السلامه. ياسر الشهراني من التاكيد انه وصل لالمانيا عشان العمليه، وسالم خلاص بالنسبه له انتهى موضوع المونديال، لكن اللي موجودين فيهم الخير والبركه ان شاء الله، زي ما ظهر سالم زي ما ظهر ياسر حيظهروا ان شاء الله ناس ثانيين. تركيبه 26 لاعب اختارها هيرفي ريناد بعنايه، فان شاء الله باذن الله ان شاء الله باذن الله موجود داخل الموقع. صحيح، الله يوفقك. السعوديه بمن حضرت زي ما بنقول، الاهلي بمن حضر. شكرا ليك على هذه المداخله، والف مبروك مره ثانيه الناقد الرياضي العزيز الاستاذ عاطف الاحمدي، شكرا لحضرتك. واكيد بنشكرك استاذ محمد على وجودك معنا في حلقتنا النهارده، نورتنا وشرفتنا، واكيد لينا لقاءات ثانيه بقى، المونديال لسه هيبتدي يسخن كمان وكمان والكلام هيسخن معاه، بنشكرك على وجودك. اكيد بشكر حضرتك وبشكر طبعا الاستاذ نهاوند. مش توقعات قبل ما نختم مع حضرتك استاذ محمد، توقعاتك كده باين ان هي ايه فيها خير. يعني عندي احساس النهارده ان يعني احتمال يبقى في تعادل ما بين كرواتيا والمغرب. تعادل موافقين على التعادل، مش يعني في خساره، اتمناها يعني اتمنى ان شاء الله. نورتنا يا استاذ محمد، بشكرك جدا ربنا. انا وكريم اكيد ربنا. طيب هنروح فاصل ونرجع بقى عشان نقرا تعليقات حضراتكم اللي بعتوها لنا ردا على سؤال السوشيال ميديا في حلقتنا النهارده، خليكم معانا. طبعا هم عملوا اداء كويس جدا النهارده، ما حدش كان متوقع اصلا ان السعوديه تلعب بالحماس ده وبالاداء الجميل ده. اغلبنا كان طبعا بيشجع الارجنتين عشان خاطر ميسي، بس ما شاء الله عليهم ماتش كان ممتاز جدا، والطريقه اللي لعبوا بيها خلتنا احنا نفسنا بنشجعهم
كأن مصر بتلعب بالظبط. والله السعودية النهاردة أبهرتنا كلنا، يعني ناس كتيرة جدا كانت عارفة أن النهاردة السعودية هتطلع الأرجنتين مكتسحيها، بس الأداء اللي عملوه النهاردة بصراحة أداء رائع رائع رائع، بصي خلفت كل التوقعات. طبعا هو أداء النهاردة كان قدام الأرجنتين مفاجأة كبيرة جدا بالنسبة لنا، وفرحنا جدا 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 من كل قلبنا كأن بالظبط الفريق المصري اللي بيلعب. لا ما شاء الله المنتخب السعودي النهارده شرف العرب كلهم، وكان اداؤه هايل واكتر من هايل، وكنا قاعدين بنتفرج على الماتش واحنا مفتخرين بيه، وان شاء الله هيكون ليه باع جامد في كاس العالم، وان شاء الله باذن الله باذن الله يعني هيوصل لدور 16 ويروح بعيد كمان ان شاء الله باذن الله، لان النهارده يعني حجمه ميسي وحجمه رفاق ميسي. بالتاكيد احنا كلنا يعني اتفاجئنا بالمستوى العظيم للمنتخب السعودي، لكن النجاح ده يرجع للكوتش. الكوتش كان عامل استراتيجي كويسه قوي، والتكتيك بتاعه عالي جدا، واضح ان هو مدرب اللعيبه على الطريقه دي كويس، وان هو فعلا كان في كوميتمنت التزام من اللاعبين بشكل ايجابي، وقدروا ان هم يستغلوا الفرصتين اللي جولهم وجابوا هدفين. واتوقع ان المنتخب السعودي يكمل ان شاء الله في دور 16 ان شاء الله. انا عجبني جدا اللي قال لك كان مصر كانت بتلعب، يعني دي مشاعر حلوه. وامبارح لو احنا هنقيم المشهد بغض النظر او بعيدا كمان عن الملعب، انا عجبني جدا بجد الجماهير العربيه اللي كانت موجوده، كان في يعني مشهد احنا يمكن كان غايب عننا بقاله فتره شويه، لكن امبارح احنا شفنا قد ايه في تكتل كده، يعني من ناحيه الجماهير العربيه وفرحه ومشاعر طيبه ما بيننا جميعا. انا اشوف ان ده مكسب في حد ذاته، يعني ده مكسب من مكاسب المونديال. احنا اربع منتخبات عربيه فقط، لكن مكاسب بالمونديال اعلى بكتير كمان على الصعيد الاخر. فمبروك مره كمان، وتعالوا نشوف بقى الناس قالت ايه على السعوديه. البدايه مع النسر، النسر الشخصية بعته بيقول الشعب المصري كله فخورين جدا بالمنتخب الشقيق السعودي. أسامة رسمي سيصعد بإذن الله ويشرف العرب، طبعا كان الشق الثاني من السؤال، هل بتتوقع صعوده للدور 16 ولا لا؟ بعد كده محمد خليفة فريد شوقي، ده المفروض بيقول محمد خليفة فريد شوقي ولا خليفة، مش مهم يعني مش هتختلف، تمشي كده وتمشي كده. المنتخب السعودي حقق ما لا يتوقعه أحد، وأنا أرى أن فرصته في الصعود كبيرة جدا لما يملكه من لعيبة وجهاز فني على مستوى عالي، ده حقيقي. هو محتاج يتعادل في مباراة واحدة في المباراتين القادمتين ليضمن تأهله لدور 16. طارق مصطفى بيصبح علينا وبيقول أداء المنتخب السعودي كان أداء ممتاز جدا ومشرف، بس أتوقع عدم تأهل السعودية لدور 16، واللي أتوقعه هو تأهل المنتخب البولندي والمنتخب الأرجنتيني، لأن لسه في جولتين وكل شيء وارد في كرة القدم. بس عشان كل شيء وارد في كرة القدم على فكرة، يعني في فرصة كبيرة للسعودية ده بالمناسبة. يعني محمود دسوقي، منتخب السعودية كل حاجة، يعني كان حاجة مشرفة للعرب، ألف مليون مبروك وألف مليون سلامة على لعيب منتخب السعودية ياسر الشهراني، بجد لعيبة رجالة. وللأسف زي ما أستاذ يعني عاطف قال لنا، هو الشهراني خلاص مش هيبقى موجود تاني في المونديال مع السعودية، وطبعا تاني أكيد عندهم سكوات محترم وكافي، لكن برضو وجود الشهراني كان كويس جدا. بس على كل حال ألف سلامة عليه بقى، بنتمنى له أكيد الشفاء العاجل. ومصطفى علي داوود بعد بيقول صباح الجمال على أحلى برنامج وأروع 10 الصبح في الأهلي، أداء مشرف ونتيجة تاريخية ترفع الرؤوس، وإنجاز عربي يضاف لأداء منتخب مصر ضد البرازيل في 2009، وإن شاء الله يصعدوا أول المجموعة. محمد مجاهد صباح الخير، أداء بطولي يدل على التخطيط الجيد لإدارة حكيمة تعمل من أجل رفعة بلدها، وإن شاء الله السعودية أول مجموعتها. دي حقيقة على فكرة، أنا سعيدة أن أنا أشوف السعودية بتتقدم في مجالات كتيرة منها الرياضة. أكيد. يعني فترات زمان شوية ما كانش الواحد بيسمع عن السعودية أصلا، لا في الرياضة ولا في حاجات كتيرة. دلوقتي لا، السعودية فرضت نفسها وفرضت نفسها بقوة وبطريقة محترمة، فأنا بصراحة من الناس اللي سعيدة كمان على الصعيد الرياضي في الإنجاز اللي متحقق ده، لأن ما كناش بنشوفه فعلا قبل كده خالص. عزيز الشريف بعد بيقول بالعزيمة والإرادة والإصرار، وإن كان كاتبها بالسين أنا هود بس ماشي الحال، والالتزام كل شيء ممكن والأسرار الأسرار وفوز أي دولة عربية فخر لكل العرب. إبراهيم عبد الباري بيقول 10 على 10 إن شاء الله. علي حمودة صباح الخير، أداء منتخب السعودية أداء جيد، إن شاء الله يصعد للدور القادم من البطولة. عمرو منصور خليل، السعودية تستحق دور الثمانية. السعودية تستحق دور الثمانية، صحيح دي حقيقة.
طب ما فعلا، بس احنا هنقول السؤال ده بعد دور 16 باذن الله تكون موجوده ومتواجده السعوديه. كره القدم العالميه والمحليه بيقول لو لعبوا بنفس الروح دي هيصعدوا للنهائي. صح، على فكره هي دي النقطه برضو اللي اتكلمنا فيها استاذ محمد يا كريم، الروح اللي لازم تكون موجوده في فكره انا لسه ما شبعتش. عارف انت لما تيجي تقول الله والناس فرحت بيا والناس كلها اتكلمت عني كمنتخب سعودي وحققت انجاز غير مسبوق، واجي بعد كده خلاص اقول انا كده عملت اللي عليا؟ لا انت لسه في البدايه، او بدايه حلوه جدا ولك كل الدعم، لكن لسه. فلو الروح دي استمرت فعلا المنتخب السعودي هيقدر ان هو يصعد ويتاهل، لو ما استمرتش هتفرق بشكل كبير. نتمنى على كل الروح دي تستمر اكيد، وبنتمنى ان النجاح والتفوق يستمر سواء للمنتخب السعودي او للقطري او للتونسي او المغربي. كل تمنياتنا لكل المنتخبات العربيه بكل التوفيق في هذه النسخه من المونديال. احنا هنطلع فاصل يا حضرات بعد اذنكم، وترجع لكم بقى نهاوند والدكتوره ايمان المراجدي فقره طبيه وفقره اكيد مختلفه برضو فيها ملفات ونقاط هنربط بينها وبين السمنه وامور كده يمكن برضو احنا لحد هذه اللحظه بنكتشفها بشكل جديد يعني مع الدكاتره اللي بينورونا. فاصل ونرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم في الفقرة الطبية الأخيرة النهاردة، وخليني كده أبدأ كلامي على طول ونتكلم شوية بقى كلام طبي وعلمي زي ما بيتقال. في دراسات كتيرة جدا اتعملت وأكدوا أن الأشخاص للأسف الشديد اللي بيعانوا من السمنة بتزيد فرصهم لتعرضهم لمرض الزهايمر. طبعا ناس كتير ممكن تقولك إيه علاقة السمنة بالزهايمر؟ طب لو إحنا قارنا بأشخاص عاديين في نفس تقريبا سنهم ونفس الكيس وكل حاجة، هتلاقي الناس اللي مش بتعاني من سمنة أو العرضة بتاعتهم إن هم يتعرضوا للألزهايمر اقل بكتير البرسنتج او النسبه بتاعتهم. طيب عايزين نفهم بالظبط ايه العلاقه بين ده وده، وفي نفس الوقت ازاي نخلي بالنا من الاول. احنا دايما بنتكلم كمان في الفقرات الطبيه ان احنا عايزين يبقى فيه وقايه قبل ما المشكله تحصل. خلينا نعرف كل ده من ضيفتنا اللي منورانا يعني دكتور ايمان المراجبي، استاذ المخ والاعصاب والطب النفسي بكليه الطب جامعه عين شمس. بونجور جدا. اهلا وسهلا. صباح الفل دكتور ايمان. صباح الفل عليكم والمشاهدين. يعني من كلامي ومن التايتل بتاع حضرتك ده يمكن الكور بتاعك او يعني ده التخصص بتاع حضرتك، فملف مهم، وفي نفس الوقت الواحد بيكتشف كل شويه معلومه مختلفه. يعني ما كناش ابدا نسمع او ناس قليله جدا اللي تسمع عن العلاقه او الربط بين الزهايمر والسمنه. ممكن بالزبط. نبدا يعني اللينك بين ده وده في الاول ازاي؟ بالظبط. هو طبعا كل الابحاث ورت ان السمنه كل ما زاد الكتله مؤشر كتله الجسم بيحصل قصادها ضمور في المخ بمنتهى البساطه. يعني كل ما انا ازيد في الوزن والحجم كل ما يقل حجم مخي. ياه. علاقه عكسيه. لا دي اول مره اسمعها. ما هي دي يعني معلش ما يعني ده كده ممكن ناس كتير تقول لك قصدك ايه يعني انا لو انا وزني زايد ابقى مخي بالظبط يحصل معقولة. يحصل الماده الرماديه اللي هي فيها كل خلايا المخ اللي هي مسؤوله عن كل وظائف المخ سواء معرفيه او حركيه او كل الوظائف بتبتدي يحصل فيها ضمور في الماده الرماديه اللي هي مهمه جدا ومراكز كل المعرفه في المخ. فاذا المعلومه مهمه جدا ان مش ان انا شكلي بس اللي هيتاثر لما اسمن، لا ده كمان مخي بيحصل فيه مشكله. وعشان كده العقل السليم في الجسم السليم اهالينا لما قالوا في الامثال العقل السليم في الجسم السليم فعلا عندهم حق. لا هم قالوا حاجه ثانيه، هم قالوا برضو يا ابو مخ تخين. بالظبط كده ابو يعني مخ تخين. يا ابو مخ تخين دي جايه مثلا من فكره الربط هنا ما بين الوزن بالزبط. فعلا وما بين ايوه صح 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 اللي بيحصل ان احنا كل ما زدنا في الوزن كل ما الواحد بقى مخه تخين. مش معناها ان المخ كبر، لا معناها ان المخ وظايفه بقت اقل، فمعنى كده ان الذكاء قل. ايوه نسبه الذكاء قل. معنى لما اقول لواحد انت مخك تخين يبقى معناها ان ذكائه قليل. يعني فاهمه كده الناس يعني بالظبط الناس هتجري تخس بقى هتصدميهم. دي حقيقه لان في ناس طبعا اولا الالزهايمر ليه جينات برضو وفي وراثه في المرض ده، ولكن لو انا خدت بالي من السمنه وقلت في الوزن ممكن حتى لو انا عندي الجينات دي ممكن ما تاثرش. لو انا بلعب رياضه لو انا واخده بالي من وزني ممكن ما يحصلش ان يجي المرض بسبب ان انا واخده بالي من وزني ومن الرياضه والنشاط طول الوقت. يعني كويس قوي. طب احنا عندنا تو كيسز دلوقتي، ناس في طريقها للسمنه دي موجوده بالظبط وباللايف ستايل طبعا الغلط، وناس اوريدي في الليفل ده وعايزه ان هي تتخلص من السمنه او من الوزن الزايد. دول طبعا. ننصحهم بايه ودول ننصحهم بايه؟ والله الاثنين هننصحهم ان هم لازم يخسوا.
ليه بقى؟ الاولاني لان الوقايه خير من العلاج. بالظبط. فانا لما اخس بيبقى بحمي نفسي من ان يحصل لي كل المشاكل دي، مش لازم اعيط بعد كده واقول يا ده انا كنت عارف او انا ما كنتش عارف ان انا كل ما هبقى زياده في الوزن كل ما هيحصل لي مشكلة وممكن أبقى عرضة للنسيان واللي بنسميه بالعربي الخرف، يعني الخرف اللي هو الديمنشيا. كلمة خرف دي يعني كل حالات الألزهايمر تندرج تحت حاجة عامة اسمها الخرف، في أنواع كتير منها وليفلز ليفلز طبعا وتشخيصات مختلفة، لكن الألزهايمر أشهر واحد لأنه طبعا مشاهير كتير جالهم ألزهايمر ومعروفين، فاذا يعني هتلاقي الناس عندها علم بيه شويه من كتر ما شافوا حالات مشاهير جالهم هذا المرض. ده في لسه لاعب معتزل لاعب كره عالمي مش محلي او يعني او عربي، ولسه ممثل استرالي بسبب قال هو عنده 39 سنه بالمناسبه مش كبير ابدا، بسالك انا ابتديت اعاني من اعراض الزهايمر يعني فاعتزل. وهو فعلا في برضو واحد تاني ممثل استرالي اكتشف ان عنده الجينات المؤهله للالزهايمر وفكر ان هو يقعد بقى ويعتزل التمثيل ويقعد مع اهله، يعني زي ما تقولي بقى ايه الشويه اللي هو فايق فيهم قبل ما يجيله المرض. يعني هو ملف بغايه الاهميه، وخليني اقول لحضرتك برضو ان بعد الكوفيد ناس كتيره كان من تاثيرها، ان انا كنت منهم على فكره، اثر شويه على الميموري على الذاكره طبعاً. فدي قضيه مهمه جدا أكيد. سواء انت بتتكلم بسمنك حتى او غيره، بس لو احنا قلنا صحيح. بقى عايزين نلحق ايه الستبس، ايه دلوقتي مريض السمنه اللي هي الاوفر ويت كمان نسميه اوبيس ممكن يعمل ايه دلوقتي اللي بيتابعنا مثلا عشان نساعده هنقول له على طول نستخدم منتج اسمه بيستا، منتج عبارة عن ألياف طبيعية، ثلاثة ألياف طبيعية رئيسية اللي هم السيليوم وردة القمح والشوفان، الثلاثة دول دي ألياف طبيعية، فده مكمل غذائي عشان محدش يجي يقول لي طب ما ده هيأثر على كذا، ده مكمل غذائي طبيعي ألياف طبيعية، فلا هيأثر ولا هيعمل، يعني حضرتك الناس ما بتخافش تاكل جاتو وتخاف تاكل الياف، طيب يعني انا يا دكتوره طب ده هيضرني في يعني حضرتك بتروح تاكل السكر اللي هو المتصنع ومش خايف منه وخايف لي من الالياف؟ لا، في ناس بياكل من الشارع، في ناس تاكل من عربيات ما تعرفش ليها اصلا نشويات والكلام ده كله، طبعا الكلام ده كله غلط، يعني احنا لو اخذنا المنتج ده على فكره على مستوى على كل المستويات، يعني اللي بيقف على عربيه يقدر يشتريه لان سعره معقول جدا، إيه اللي بياكل في اي حاجه في ريستوران، يعني انا اقصد لكل يعني المستويات الاجتماعيه، يعني هو مقدم لكل الفئات المجتمعيه، مش سواء دخلك عالي محدود او دخل منخفض، فانت تقدر ان انت تحصل عليه، مش بس انت والعيله لو حد محتاج يعني اكتر. صحيح. من فرق. وفي فعلا عائلات كامله اسر كامله ماشيه عليه كويس. يعني بتلاقي الاخ والاخت، يعني انا اعرف ناس كتير لان طبعا بيتابعوا معايا وعارفه القصه دي. فطبعا الالياف دي بتعمل ايه؟ بتنفش في المعده وتخليكي فاضل لك حبه صغيره قد كده اللي هم ممكن تاكلي من خلالهم، فده بالتالي بيقلل لك الكالوريز اللي طول النهار بناخدها، وطبعا الدهون والكلام ده كله، لان دايما لما كنا انا رايحه للاكل وعندي بس حبه صغيره كده في المعده هتلاقيني دايما اروح للاكل الصحي، وهتلاقي نفسك اتعودتي دايما على الاكل الصحي والسلطه والبروتينات المشويه والحاجات دي كلها، وهتلاقي نفسك مش رايحه خالص للدهون والنشويات يعني الحاجات اللي بتزود. يعني هو كمان بيأثر على الكريفنج او اللي هو انا نفسي بالزبط. بتروح لايه؟ طبعا لان انا خلاص اوريدي ثلاث ارباع معدتي مليان، فانت يعني عارفه انت زي ما تكوني ايه اكلتي وهتاخدي حاجه بقى في الاخر تحبسي بيها يعني، فهو ده الحبسه بقى اللي هي ايه، ناخد صدر فرخه، ناخد طبق سلطه. وفي ناس بقول لهم ممكن احنا بناخده نص ساعه قبل الثلاث وجبات الرئيسيه، بيتحط كيس على كوبايه ميه وبطعم التفاح الاخضر. بقول للناس ساعات في العشاء ممكن تاخد البيستا وما تاخدش بعديه عشاء، لان هو بيملى المعده وثلاث ارباع المعده، فاذا يا سلام لو ما كلناش حاجه اصلا بالليل هتلاقيكي خسيتي كانك بتعملي صيام متقطع، يعني كانك ماشيه يعني على صيام متقطع، يعني ممكن نتعشى بيه وخلاص يعني. بالظبط كده، عندي مرضى كتير قوي بيعملوا كده، يقولوا لي بدل ما نقوم نجوع بالليل ونفتح التلاجه ونفضل ندور كده في اي حاجه في التلاجه، احنا لما بناخده بصراحه بيدينا شبع لحد تاني يوم الصبح. طب فده هي. اللي احنا عاوزينه. لان انا ما دخلتش جسمي كالوريز ولا اي حاجه تزود الوزن طول فتره الليل، فبيزيد الايه الحرق، ولغايه الصبح يبتدي الحرق يزيد طبعا بالنهار اكتر حاجه يعني. كويس جدا. طب احنا عندنا اسئله كمان من الساده المتابعين كانوا بعتوها، خلينا نروح لها برضو، ان هي اسئله مهمه جدا. اتفضلي. استاذ ياسر مثلا عنده 45 سنه بيقول بعاني هو بعاني من سن ال 33 بسمنه مفرطه، وما كانش فارق معايا خالص، وكنت متخيل هرجع اخس تاني، لكن شهيتي اصبحت مفتوحه بزياده لغايه لما وصل ل 110 كيلو ومش عارف يتنفس. أكبر.
كويس طبعًا هو طبعًا. طوله 173 هو بعت الديسكريبشن كله الديسكريبشن كامل طبعا هو زياده جامده قوي ومتخطي ال100 بكتير فده اكيد وهو بالليل وهو نايم بيحصل مشاكل في التنفس بيحصل شخير جامد يعني اكيد بينام لوحده في الاوضه مفيش حد هينام جنبه لان المنظر ده بتاع واحد بيتخنق وهو نايم اه طبعا الوزن ده انا متصوره وطوله 173 كده في مشكله حقيقيه اثناء النوم شهيته لازم هتبقى مفتوحه لان اكيد عنده اكتئاب واللي عنده اكتئاب بياكل كتير يعني كل مكان في ناس الاكتئاب بيجي معاهم بيقفلوا بقهم وما ياكلوش وفي ناس تانية بسم الله ما شاء الله لغايه ما يوصل يعني 170 كيلو فهو كده لازم يلحق نفسه وانصحه ان هو ياخد البيستا وخصوصا انه فيه كروميوم الكروميوم بيزود الحرق في الحالات اللي زي الاخ ده لان الكروميوم من الحاجات اللي موجوده في البيستا وبيزود الحرق بنسبه عاليه جدا وكمان في فيتامين سي اللي هو برضو بيستخدم في عمليات الايض والتمثيل الغذائي فلو يعني اشتغل على البيستا ونحط له كمان عليه الالب مالتي فيت اللي هو في الكورس زي ما احنا بنقول زي ما الشاشه موريه الالب مالتي فيت ده مجموعه فيتامينز عشان ما يحصلوش مشاكل وهو بيخس او يحس بخمول او همدان عارفه انت فيلم اكس لارج لما يقول له ايه ده بكره رمضان يبقى فين ال40 كرتونه بيضه ومش عارف ايه والكلام ده كله يعني حته احساس الخوف من الجوع وبيبقى عندهم دايما خوف من الجوع البيستا بيضيع القصه دي بيخليه شبعان فمش خايف خلاص مش خايف لا مصدع ولا دماغه مصدعه ولا الشعر بيقع في البنات ولا الضوافر بتتقصف ولا الخمول والبهتان والهذيان تحس ان انت مش مركزه لا دي مشكله كبيره دي بتبقى يعني الاعتماد على الاساليب دي في الخساسان يعني الناس ربما بتقول لا انا استحمل وزني احسن ان انا اروح اشعر بالسايد افكتس بالجوع والمجاعه بالظبط السايد افكتس السيئه بالظبط طيب مي صلاح بتقول وزنها 98 كيلو طولها 156 يعني لا ده كتير وفرحها كمان شهر وبتعاني من تكيسات وبتعمل دايت ومش بتخس خالص محتاجه تخس عشان حياتها تكون طبيعيه كمان طبعا ده حلو قوي ان حضرتك اثرتي موضوع التكيسات المبايض لان تكيسات المبايض دي اللي هو البوليسيستيك اوفري ده بيبقى فيه المبايض بيبقى فيها تكيسات كتير ودايما بيبقوا دول عندهم مشكله ان بيطلع شعر في الوجه في البنات كتير وبيبقى عندهم سمنه وبيبقى عندهم مشكله في الانجاب طب علاجهم ايه لما تدخلي لدكتور النساء يقول لك لازم تنزل في الوزن نزول يعني هي حاجه و50 توصل لوزن الطول بتاعها 156 توصل ل 56 متخيله هتلاقي يبقى ممكن لما تتزوج الانجاب يبقى بسهوله يبتدي الشعر اللي في الدقن ده يقل يبتدي يعني سوري التكيسات هي اللي جابت زياده في لان بتتلخبط في الهرمونات بيحصل لخبطه في الهرمونات يحصل لهم حاجه اسمها هرشتزم دي اللي هو بيبقى ظهور شعر في مناطق المفروض البنات عاده ما عندهمش شعر في الوش يعني فيبتدي يحصل حاجات زي الذكوره شويه في الوش يعني فكل الحاجات دي علاجها ان احنا نخس فتخيلي حضرتك عرضتي حاله مهمه جدا ان احنا نقول لها لازم تخسي ولازم تشتغلي على نفسك كويس قوي خلال الشهر ده وبستا ممكن يخليكي تنزلي من 8 ل 12 كيلو وطبعا بعد الزواج تكملي يعني تكملي هتلاقي نفسك في شهر العسل برضو نازله لك كمان 10 كيلو زيهم هتلاقي نفسك كسرتي الـ 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 يعني الرقم الفلكي اللي هو طب هي اللي موجود يعني هي ممكن تنزل في قد ايه تقريبا لو احنا بنتكلم من 98 يقولي من 100 لغايه ممكن مثلا 3 شهور ان شاء الله 3 شهور 3 شهور تعمل التارجت بتاعها ان شاء الله لو هي ماشيه كويس ده بتتكلمي حاجه 40 كيلو ما هي 3 شهور هنبقى خلي بالك ان احنا اللي ممكن نسمح لها ب 5 كيلو زياده يعني ما جاتش على ال 5 كيلو زياده عشان بس الشكل لو هي عاوزه تبقى يعني مش اللي هو الايديال ويت بالظبط تمام ونزود لها الالبا مالتي فيت اللي هو مجموعه الفيتامينز عشان برضو ما يحصلهاش اي مشكله تساقط شعر بقى وهي عروسه الضوافر تبقى كويسه الطاقه البهتان والحاجات دي ما تحصلش لان موجود فيه فيتامين بي بنسبه كبيره كل المجموعه الفيتامين بي كومبلكس كل البي كومبلكس موجود وكمان معاه زنك ونحاس وفيتامين سي كل الحاجات دي كلها وفيتامين اي الحاجات دي كلها مهمه جدا وفيتامين اي على فكره واقي من السرطانات فبرضه مهم قوي لان هي عندها تكيسات في المبايض عشان تحافظ على نفسها فهو موجود فيه فيتامين اي فاذا الكورس مع بعض لو اتصلت خدت الكورس من خلال ارقام اللي موجوده على الشاشه تقدر تاخد علبه مجانيه كمان فيتامين دي تظبط نفسها قبل الجواز لان احنا يعني الشركه منزله شركه باي ناتشرال فيتامين دي هديه على ويمكن الكورس كامل عندنا دلوقتي على الشاشه وتطلب القهوه الخضراء
في جرين كوفي لو طلبتها برضو هيبقى مفيد ليها، هيزود الحرق قوي وتقدر فعلا تنزل حوالي 10 كيلو قبل الجواز، وده على فكره حاجه كويسه قوي، هتلاقي في الشكل هتلاقيها نزل اللبس بتاعها. الاماكن كمان اللي هي محتاجه طبعا تخس مش اول اوفر، يعني الناس بتبقى اوقات للاسف الشديد بالزبط بتبقى خايفه تخس علشان تقول لك ما انا مش عايزه اخس كلي، انا صح منطقه معينه سواء البطن او واتيفر يعني، ده هيساعدها بقى. فده لا النقطه اللي انا عايزه اتكلم فيها ان احنا الالب مالتي فيت او بنتكلم على بيستا هو بيخسس كمان تحديدا الالب مالتي فيت في الاماكن، يعني هو بيساعد ان الاماكن دي هي اللي تتحرق والبيستا تحديدا لان هي بتشتغل على حرق الدهون وفي نفس الوقت على سدادات وسددان النفس بالزبط. يعني حاجتين بحيث ان هي السمنه الموضعيه اللي حضرتك بتقصديها طبعا بتخس تماما الحتت الزياده سواء بطن او الهانش مش او اول اوفر بقى هي النقطه بالظبط. هي بنقي الجسم طبيعته كده، اول ما تبتدي تشعري بمجاعه المخزون اللي في الدهون هو اللي بايه بيسيح ويطلع طاقه. لان انت عارفه يا دكتور في ناس مثلا بتستخدم حاجات عشان تخس واتفر ادويه او غيره فتخس كلها تلاقي مثلا وشهم بقى قد اللقمه شكله مريض لا قد اللقمه شكله وحش والجسم لسه مليان وتقولي لا خليك وانت متخين احلى يعني ما وشك وحش او وشك مش حلو ابدا شيء عشان كده باين ان انتوا تعبانين صحيح عشان كده الالب مالتي فيت بقى بيحل المشكله دي وخصوصا فيتامين سي اللي في الالب مالتي فيت كمان بيساعد طبعا على الحرق وموجود كمان الفيتامين سي هو انتي اوكسيدنت كمان غير ان هو بيزود الحرق موجود مضاد كمان أكسدة. طبعا مضاد اكسده وكمان هو موجود في البيستا يعني البيستا فيه فيتامين سي والالب مالتي فيت فيه فيتامين سي فاحنا عندنا مضادات اكسده كويسه جدا وما ننساش نقول ان الجرين كوفي برضو انتي اوكسيدنت احنا ممكن ناخد الجرين كوفي أكسدة. في اي وقت يعني بدل طبعًا ما نشرب حتى القهوه العاديه ممكن ناخدها معانا الشغل نشربها منها ان احنا نستفيد ومنها طعمها حلو بالظبط هي موجوده في صوره حبوب يعني هتتاخد كده حبايه وتبقى انت كده خدتي القهوه يعني حتى لو يعني مفيش وقت يعني اقصد المزاج كده كده واحد يعني مش كدا اللي هو يعني كانك شربت قهوه بالظبط بالظبط كده كانك بالظبط شربت القهوه فاذا ده حاجه طبيعيه وناتشرال ومش بتضر بقى زي القهوه خالص طبعا طبعا هي افضل وفي حته الحرق افضل وامان وطبعا تخيلي بقى لما ناخد البيستا ومعاها القهوه الخضراء ومعاها الالب مالتي فيت وكمان متابعه مجانيه لكل اسبوع من قبل الفريق اللي موجود في شركه باي ناتشرالز اللي بيردوا على التليفون بيحولوا المرضى على اخصائيين التغذيه بحيث يساعدوهم المتابعه مهمه جدا اسبوعيا ومجانا ومجانا فكده مفيش بقى حجه بقى يعني كده مفيش حجه يعني بقى يعني هنعمل ايه تاني هنعمل ايه تاني اللي عايز بقى يجيله الزهايمر بقى براحته بعد كده يعني نروح لاخر سؤال اتبعت عشان برده نبقى غطينا كل اسئله حضراتكم بتقول جوزي عنده 65 سنه بيعاني من السكر وبياكل في فصل الشتاء كتير ده حاله حالنا كلنا ده حال يعني المصريين كلهم وبقى مش عارف يتحرك كتير زي الاول مش عارف يعمل دايت بياكل اكتر وبيعاني من السكر اوكي ده طبعا ايديا ليه بقى ده زي ما قلنا قبل كده في كذا حلقه ان البيستا الالياف اللي موجوده فيه بتنظم افراز الانسولين من البنكرياس بطريقه طبيعيه زي اللي ربنا خلقها دايما مرضى السكر بيبقى عندهم مشكله ان بيطلع زي فجاه يطلع الانسولين لما ياكلوا يطلع الانسولين عالي قوي وبعدين يروح نازل مره واحده الطلوع والنزول ده هو ده اللي بيبهدل الدنيا وده اللي بيخلي المريض عنده السكر وبيبقى عنيد في العلاج بتاعه لكن لو اخذ البيستا ده بينظم افراز الانسولين طبعا مع ادويته مش هنقول له ان احنا نوقف ادويتنا ولكن مع الوقت هو بيلاقي ان السكر معدلاته بتقل فبالتالي بيروح للدكتور ممكن يغير له من انسولين لحبوب ويبقى كده احنا اتحسننا وعندي مرضى شالوا الحبوب خالص باوردر من الدكتور لما وصلوا ان هم خسوا ورجعوا للاوزان الطبيعيه راح منهم السكر خالص يعني ما تعملي تحليل التراكمي بتلاقيه نورمال فاذا بالعكس ده هيساعده جدا جدا في علاج السكر وكل الامراض المزمنه ما فيش ما يمنع ضغط سكر مشاكل في القلب ما فيش ما يمنع نهائيا من استخدام المنتجات دي طيب احنا عشان الوقت تقريبا بيخلص دكتور ايمان برضو نوضح للناس ازاي الكورس بيتاخد عشان اللي بيتابعنا دلوقتي الكورس بيتاخد ازاي اول حاجه البيستا هناخد 3 مرات في اليوم قبل الثلاث وجبات الرئيسيه نص ساعه قبل الثلاث وجبات الرئيسيه بيتحط كيس على كوبايه ميه وهو بطعم التفاح الاخضر يبقى ده بالنسبه للبيستا الالب مالتي فيت هو قرص واحد يوميا بعد الفطار والعلبه فيها 30 قرص معناها العلبه شهر كويس ده ممتاز والجرين كوفي ممكن ناخد مره او اتنين في اليوم دي بحيث ان هو يزود لي الحرق وطبعا الفيتامين دي ده هديه
بيتاخد برضو مرة واحدة يوميا. فإذا لو خدنا كل الكلام ده إن شاء الله إن شاء الله نضمن إن إحنا نخس بطريقة آمنة. نضمن إن ما يحصل لناش كمان نقص فيتامين د بالهدية اللي موجودة. نتابع مع الأخصائيين اللي موجودين بتوع التغذية، يبقى كده مفيش حجة ومش هنحتاج نروح لدكتور تغذية نهائيا. دكتور إيمان أنا بشكرك بجد، استفدنا وأنا دايما بستفيد برضو، مش بس سادة المتابعين، أنا كمان بستفيد من إجابات حضرتك على الأسئلة، بتكون مهمة جدا للصحة العامة. نورتينا وهنشوفك أكيد تاني. بشكر حضراتكم كمان على متابعتي النهاردة أنا وكريم في الحلقة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي. مع السلامة.